نهاركم فل، مرحبا بكم على قناة الحوار التونسي. حلقة جديدة نتلقاو فيها في نهاية الأسبوع، اليوم جمعة 4 فيفري 2022. حلقتنا اليوم كما كل نهار جمعة تكون إكسيبسيونيل، على خاطر فيها نستقبلوا ضيفة ولا ضيف اللي يكون من بينكم أنتم الناس يتفرجوا فينا، اللي تبعثوا على رقم 25 421 ألف اون دوموند ولا ميساج اللي تحبوا تجيوا بحذنا هوني تصنفوا الطيب وتذوقونا الماكلة البنينة متاعكم. اليوم فرحانة بحذنا سهيرواز شوية نستقبلها، جينا من ولاية المهدية، متزوجة عندها زوج صغيرات، كانت في الانسينيومون في التعليم، وبعد اختارت ثنية أخرى من بينها غرامها بالكوجينة مثلا. تو نحكيو معها شوية آخر ونفرحوا بها أنا والشيف أمين إن شاء الله في البلاتو، لكن قبل خليني نحكيكم على مواضيعنا اليوم اللي باش تبعوهم في برنامج نهاركم فل. اليوم في حلقتنا باش نحكيو بوتي، هذاك عليه شوية آخر في ليكسبير دو جور، نعطيكم السر في العين والخزرة المزيانة وقت اللي نحكيو على ليسي لاسيل الشوافر. نعرفوا مليح انه برشا من سي مش كان حتى راهو في مناسبه، ساعات حتى في حياتها اليوميه تقول لك نقوم الصباح باش يبدا وجهي فايق هكا اكثر، لازم تكون الشفره معناتها كبيره، ما نقعدش نعمل في الماسكارا. شنو ما انواع ليسي لاسيل الموجودين اليوم؟ كل شيء نفهموه بعد شويه، على خاطر فما الغوس 2D 3D، حابين نفهموا هذا الكل والتقنيات المعتمده باش نحكيو فيهم على الشوافر بعد شويه وليسيل بيرمانون غيرهم. كيف كيف اليوم في فاميلي عنا موضوع جديد نحكيو عليه، هو المصالحة الأسرية. فما مالوغوزمون في نفس أفراد العائلة ساعات تلقاهم دي مومبغ اللي متعاركين، ما يحكيوش مع بعضهم لمدة سنوات، ساعات الأسباب تتعدد، يا أما ساعات على الإرث ليغيتاج، ساعات مشاكل هكا نبزية صغار حتى بين الصغار بين الكبار تخلي قطيعة تصير بين أفراد العائلة. اليوم حبينا نحكيو في فاميلي على الموضوع هذايا، كيفاش تصير المصالحة جوستومون، شكون يعمل لو بروميي با، الكبير يمشي للصغير ولا الظالم يمشي للمظلوم؟ أصعب حاجة هي جستمون الخطوة الأولى، هذا كل نحكيو عليه بعد شوية. ولطف عليكم أما كان عندكم حد متعاركين معاه من العائلة عندكم جديدة، فرصة للمصالحة، نعطيكم النصايح إن شاء الله بعد شوية مع ضيفتنا في البلاتو. في بدل حياتك نحكيو اليوم على طب التجميل. فما تقنية متاع ليفيلتانسور تمكن من شد الوجه من غير لا عملية جراحية ولا ليزانجكسيون اللي يتزرقوا، ولكن تقنية أخرى هي ليفيلتانسور. عنا لكم بعد فيديو باش توريكم كيفاش تتم العملية باش شد الوجه العينين، برشا حاجات اللي تبدل كومبليتمون الوجه وساعات يرجع نظارة الوجه، معناتها قولوا احنا يصغر ولا في العمر ب 10-15 سنة وحتى 20 سنة. سينو ما بين مواضيعنا الأخرى بيانسيغ النصايح أون سبور في كاليفورنيا جيم، دقيقة كاليفورنيا كونسي جيم باي كاليفورنيا جيم، وزاد وقاية زانيمو، بخلاف برشا برشا مواضيع نتناولوهم في حلقتنا لليوم. ميرسي اللي اخترتوا قناة الحوار التونسي وبرنامج نهاركم فل. أنا ديريكسيون كوجينا نستقبل الشيف أمين ونستقبل ضيفتي اليوم اللي جينا من ولاية المهدية. من المهدية جينا اليوم سهير واز وشيف أمين بحضرنا في البلاتو. مرحبا شيف. مرحبا. مرحبا سهير. صباح الخير. شحوالك؟ نورتني. مرحبا بك. يعيشك منورة بوجودكم. يعيشك منورة بالألوان الزاهية. يعيشك ربي يخليك. محليك شحوال المهدية؟ لاباس الحمد لله. لاباس مهدية. أنا مهدوية وسكنة في حمامات. وسكنة في حمامات، دونك الماكلة تبعت شكون توا؟ طيب حمامي طيب. أنا نتبع الزوز، أنا نحب الكوجينة الزمنية والموديغ. شبه لي أنا. هذا المطلوب، الواحد زاد يستنبط ساعات روسيت بين الزمني والمودير. هكا ولي نحب نحافظ برشا على الزمني. باهي، انت المسيو ذولي من الحمامات. اي تسلموا على حمامات ملا الكل. تسلموا على الحمامات الكل. ولاية نابل الكل. دار جديد الكل. باهي، عندك زوج صغيرات. ادم وعبد القادر. ادم عمره 8 سنين وعبد القادر عمره 5 سنين. ربي يفضلهم لك. مغرمتهم شويه يلبسوا معك الكوجينه. صغير مغروم، يحقوا لي انا شيف. يقول لك حوالي شيف، ما قالكش كيما شيف امين. لازمني نعرفوا على شيف امين. ان شاء الله يولي خير. قولوا عيد تفرج فينا تو يتعلم برشا حاجات. اي استنى. شيف امين بحبوح كان نجيبه بحضنا كي جبته معاك اليوم، راه والله يعلمه برشا حاجات. هكا ولا ايش؟ راني عملت له انيسياسيون. حاجات كب كيك صغيرات تاع صغار. اليوم باش نتكلم معاك ان شاء الله. يشهي. جديد.
جديد ما عملناهش قبل. فوالا حاجه نوفوتي بالحق حاجه جديده جديده حاجه جديده. باهي اعطينا فكره اش باش تطيب لنا اليوم منو. باهي اليوم باش نعملوا غراتان. غراتان مش كيما متعودين بيه معناتها تيبيك. هذه دي بول نتاع كيما سميه الشيف امين الفندق. فندق تاع بطاطا باش تعمل فوالا فيه معناتها لي ليغوم وفيه السكالوب وفيه جبن وفيه سفنيريا وجلبانه بصل وصوص بيشاميل ندخلوه للفور حاجه يعني صحيه وفيت في خاطر انت ماني نعرفك تحب الحاجات تك تك صحيح نحب الحاجه الفيسع تحضر وبنينه وسورتو هيلثي وي باهي هذا غراتان يعني كله خضره تقريبا اي خضره اي بطاطا وخضره ولحم والحاجه الثانيه بيه. الحاجة الثانية جبت لكم المهدية من القاع الخابية أي؟ اللي هي الفطيرة فطيرة مهدوية نعملوها في موسم الشتوي متاع يبدأ هكا قريب ولا أي؟ نزلة ولا أي؟ نعملوها للعبيد اللي فريمون يعني قريبي ولا مرضى شوية أي؟ أي؟ وبنين وحار سو فورم دو بانكيك تري بيان بي تعرف يا شيف هذايا في المهدية؟ لا والله قلت لك حاجة جديدة بيان سور تكتشف وكان فما حاجة وكان نعملوا وقاية خير من العلاج تقول أنت بالحب سلم على الناس فرجوا فينا من المهدية سيختموا عقلوها الفطيرة هذايا بيان سور يعقلوها ان شاء الله ان شاء الله يعقلوها اما رد بالك لازمك تطيبها في الغوسيت اوتنتيك بدو يعشوا راه انا الحقيقه حاسه باش تعمل يفتق سهير التونسي الكبار ما يحبوش حد عبد هكا جون يبدل في الروسيت ولا انا تربيت على مماتي الزمنيه الحاجه الزمنيه باهي ملا ديسير شنو عندنا ساعه خلينا نقول كنافه كنافه شايف شبيك متاسف بالعكس انا فرحان خاطر شفت تمشي تخلي كوجينتك لا لا مع سهير تبارك الله عليها بالحق حاجه جديده فرحاني بسبب الانسان هكا عنده حاجه جديده حاجه مختلفه حاجه معناها عاديه اون فاديكوفري معناتها الكنافه باش تعملها في الغوسيت اوتنتيك ولا متونسه شويه؟ جديده شويه مي هي حاجه باهي فيها جابت المول نتاعها معاها اي هذا المول باش تخدم فيها الحق هذا اللي يحطوا فيه تخدم اي شيء انديفيدويال بروفيسيونيل تبارك الله عليك سهير معناتها بحق عندك في الدار اي عندك في الدار صنيفه هذه دليل على انها صنيفه مغرومه رفيعه انا مغرومه اللي يشري الزوستونسيل الادابتي للحاجه عادي كل حاجه كارها هكا ولي الكب كيك قداش تعملنا من كعبس يعني الكنافه هي الكب كيك اس اسمه البانكيك هو مخ قعد غادي راه مخ قعد فين دار في ولدك هذيك حاجه اخرى البانكيك الحار هذا تاع الوقايه قدكم الكل قدره ربي ان شاء الله في بالك قداش احنا الكل راه ولد بحق راه معناها غدوه تكمل تسكر الحلقه وانت نزل يعيش قداش قلبك كبير يا سيدي باهي مالا الكنافه شنو نحطوا فيها البرودوي جديد اي باش نحطوا فيها نتاع فانواز باش نعملوها بالقشطه وبالشوكولا. باهي اوريجينال هذه جو اللي تحب الحاجه هكا اوريجينال نحب انا جوز معناتها في الكوجينه برافو عليك برافو باهي سهير شوقتنا اليوم الحقيقه للمنيو نستحق حاجه سهيره نسحقوا ليبيدور نسحقوا الناتيلي نسحقوا الجولدين نعمل القضيه معناتها جيب لها القضيه مالا شيف هكاك نتمنوا عليك تبارك الله حتى تستحق حاجه اخرى بعد ما مشى الشيف راهو على ذمتك على ذمتك المارشي هو ماذا به بقل حركه في كوجينته هكا يحب ما يتعبكش ريت يقضي لك القضيه الكل القشده اي كريم فريش بيس هاي عندنا في الفريجيدير بيوليكس نتاعنا عندنا الكريم فريش ناتيلي اي الجبن باش تستعمل مريح رابي غريير عملنا اليوم باش تحطوا الجبن في البيشاميل باش تحطوا في البيشاميل ونحطوا في لي بول نتاع البطاطا باهي تري بيان باهي مرسي من داخل هي وهذيا حكتك فانواز بيان سور فما سكر فاني اللي بروح تاع الزهر موجود شيف يعطيك الصحة اليوم جو بروكيتي باش نمشي نرتاح الحقيقة حسيتك تو تري اكويون مع سهير فرحت بها والله هي زاد يعطيها الصحة ما جاتنا ساعة جاتنا ضيفة ومضيفتنا صحة يعطيها الصحة فوالا ديجا تاع الصحة اللي ديجا تويتا تحفظ الأسبوع أنا نحب الناس اللي ديما زاهين ديما فرحانين ديما عاملين جو الطاقة الإيجابية أي نهاركم زين نايس تو والله اقعد شايف لحظة شوف معنا الميتيو تحب تطلع معنا طلع الميتيو شو بعد تشوف لبس كابوت ولا مش تعرف روحك كيفاش تهز أصحابها في ثنية ولا لا احنا باش نمشيو جوستومون مع التوقعات الجوية ومن بعد نرجعوا نبداو المنيو بتاعنا مع سهير باش نبداو مع أول روبريك معنا اليوم في ليميسيون شوية آخر نحكيو سبور بيان سور مع كاليفورنيا جيم ونحكيو زادة مع ليكسبير دو جور بوتي على الشويفر التكنيك نتاع سيلاسي لي سيل بيرمانون وانواعهم بعد شويه
أهم التوقعات الجوية بالنسبة لليوم، وإحنا باش نواصلوا معاكم في برنامج نهاركم فل، وباش نواصلوا مع ضيفتي سهير اللي تجيني اليوم من المهدية، فرحانة اللي جيت بحضنا. كان تحبوا كيف تجيو لكوجينتنا مرحبا، 25 421 في الرقم اللي عليه تبعثوا لنا ميساج على الواتساب باش تحضروا في البلاتو. وديما مازلت نواجه في الدعوة للرجال اللي يعرفوا يطيبوا إيجي، وراه الشيف يفرح بيكم هوني باش تورينا شنو تعرفوا تصنفوا في كوجينة نهاركم فل. سينو خلينا نمشيو نعملوا شوية سبور، دونك نكونوا ناشطين هكا عصباح في كونسي جيم باي كاليفورنيا جيم كما العادة، ومن بعد نرجعوا. مرحبا بكم في حلقة جديدة من كونسي جيم باي كاليفورنيا جيم، معكم الكوتش أمين. يقولوا لي كورباتور، وقت ما عاش عندي كورباتور دون اون سيونس معناها جي با بيان ترافايي. لا سي با فري. شنو لي كورباتور؟ ساعة لي كورباتور سي دي ميكرو ليزيون دي فيبر مسكولار تصير وقت اكزرسيس حاجة جديدة نعملوها للبدن. دونك البدن بور سادابتي ا سيت اكزرسيس لا تصير له دي ميكرو ليزيون، وهنا ابري سا يتقوى البدن يولي يحمل اكثر. مي مش معناها ما فماش كورباتور دونك سي با لا سيونس ني با افيكاس. تنجم ne pas avoir courbature sur une séance d'entretien, on aura aussi le même résultat. Déjà, le fait de changer juste la forme du travail, ou elle la position, ou elle juste la charge تتبدل ما بين ساعات alter ou la barre, c'est le de courbature. Donc, c'est pas vrai. Quel que soit on a courbature ou pas, on aura toujours un bon résultat et surtout le même résultat. Les humains, elles nous apportent des apports nutritionnels importants. Elles sont riches en calcium, en fibres et surtout en oméga 3. Ils servent à améliorer le hadam, ils aident à perdre du poids surtout au niveau du ventre. C'est le barça pour nous d'ajouter les graines de chia dans notre plat. Nous vous montrons en fast light ou elle fait capillaire avec des céréales fifto rasber. Bien sûr, la consommation de graines de chia doit être modérée. Il ne faut pas dépasser la quantité limitée ou il y a 1 à 2 cuillères à soupe par jour pour éviter certains désagréments digestifs. اليوم في نصيحة في تناس باش نحكيو على ماشين إليبتيك وإلا فيلو إليبتيك، ماكينة إكستراوردينار تخدم البدن الكل. عملوها إنسبيري من سكي دو فون، جماعة السكي في الثلج، وعملوا منها أون ماشين تحفونا برشا تخدم البدن الكل، إي سورتو سورتو تو بير بوكو دو كالوري. قالت شنو الحاجة الباهية فيها؟ اللي أون بلو سا اللي عندهم مشاكل تاع أرتيكولاسيون ولا مشاكل ارتروز ولا مشاكل تظهر، هذه تحميك معناها ما عندك حتى امباكت على ركيبك. فيها دو بوزيسيون، يا ما بوزيسيون اللي كنا نخدم فيها هذيا نخدم تو لو كور لي برا اي لي جامب، والا عندنا بوزيسيون هذيا لي برا فيكس نخدم هنا كان بارتي انفيريور. ننصح فريمون الماكينه هذيا للناس كل اي سورتو لي سيدونتير واللي يحب يرجع للسبور بشوي شويه. كان عندك سؤال يخص الفيتنس ولا النيوتريسيون، لي زيكسبير دو كاليفورنيا جيم يجاوبوا. ما عليك كان تبعث ميساج على الباج فيسبوك كاليفورنيا جيم، كل يوم نختاروا سؤال نجاوبوا عليه. وتوا جا وقت سؤال اليوم. اليوم باش نجاوبوا على سؤال يداول برشا برشا مرات، يقولوا انا ضعيف نحب نسمن. فما دي كونديسيون واحد يسمن. أول حاجة فما كونديسيون يلزم عندك أن روبو مونتال إي فيزيك، ستادير ديجا مقتنع بالفكرة هذيا ومرتاح مخك باش تنجم تقدم. ثاني حاجة يلزم لاليمونتاسيون تاعك تكون مريقلة، ويلزم تكون بونشي أكثر حاجة، الحاجة فيها برشا حريرات، إي بوكو هيدرات كربون، إي أوسي دي بروتيين. هنا نجمو نشوفو النيوتريسيونيست نتاعنا
هي توجهك بالمدى وكل واحد تعطيه اش ينجم بالضبط ياكل في لو بيزوان اللي حاسو بيه. اي ثوازيام شوز اللي هي لونترينمون تاعك. لازمك لونترينمون تاعك سبيسيفيك للبوا باش تزيد ماس نتاعك مسكولار. دونك سي لا مسكولاسيون avec des charges adéquates, un peu lourdes, pour avoir cette masse. Et la persévérance. À partir du troisième mois, vous aurez un résultat. كاليفورنيا جيم تربح كل جمعة ان ابونمون بلو باسبور دو 3 موا. باش تشارك وتربح جاوب على السؤال اللي تلقاه كل يوم على الباج فيسبوك كاليفورنيا جيم. جيت بحذا سهير ضيفتنا اليوم من ولاية المهدية اللي جابت لنا منيو الحقيقة الشيف يشكر ويعاود شيف أمين فرحان قال لي حاجات معناتها حاجات أوريجينال أما الأهم حاجة هي السبيسياليتي نتاع المهدية ذكرنا شنو اسمها؟ الفطيرة الفطيرة نتاع المهدية الفطيرة حارة حار باش نبداوها بعد شوية هذيك أي بعد شوية وتوا لانسيو تويكا البلا برانسيبال تويكا الغراتان الغراتان أي دونك باش ناخذوا الجولدينا باش نحطوها باش نشعلك الغاز انا حط على روحك حط باهي نحطوا الجولدينا اي ومن بعد تزيد هذول البصل اي والسكالوب هاكا مقصوص حاضر دونك هذو مزوز اللي باش تبدا بها تري بيان باهي هات عليك فوالا وباش يتقليو في عقلهم باش يتقليو وانتي من بعد باش تزيدهم ساعة الفاح هذولي توا اي باش نحط شوية فلفل أكحل وشوية ملح وثوم باهي هذا الفلفل الأكحل شوية أنا ما نحبش برشا الحقيقة الفلفل الأكحل اي حتى الملح ما نكثروش اي اي أنت طيب مسوس في الدار ليه مش مسوس ومش نص ملح اي فوالا ماذا بيا تبدا نص ملح خير اي خير ما تبدا مالحة وبعديك ما تنجمش تصلحها باهي هذايا الفاح نتاعنا الثوم فوالا خليهم يتقليو بعد ما يتقلى ناخذوا البلاتو نتاعنا ونحطوا الفرشه هذيه هي الاولانيه هي الاولانيه ومعها الجلبانه والحاضره باش ديجا سمعت الجلبانه طمئنة. والسفناريه طيبين طيبين نقولوا احنا اشترتي وهذوما باش نعملوا دي بول نتاع بطاطا هذيك بطاطا بيغي بيغي شنو خلطت معاه؟ ما حطيت شويه تونه ملح وشويه تونه فلفل اكحل ومن الداخل فرسيتها بال يعني قلبها من الداخل بالجبن فوالا هي يعني تحلها تلقى تبدا البنه تبدا هابطه معاها تري بيان دونك خليني نعاود دونك هذايا باش تحطوا الاولاني اللي هو بصل واسكالوب مفوح قليتهم في الجولدينا اي وبعد تحط الجلبانه والسفناريه كوش الثانيه اي وفوقهم لي بول نتاع البطاطا اللي فخسي بجبن تخوا فخماج مريح بلوتو هذايا غروير غروير نتاع مريح تخوا فخماج بعديك وبعد كيفاش تعمل؟ وبعديك نحط صوص بشاميل اللي هي جولدينا اي ليبيدور فارينا اي وحليب ناتيلي فوالا وحليب ناتيلي تحط لي كونتيتي على زوز كيسين حليب ناتيلي عليهم اربع مغارف فارينا ليبيدور ومغارفتين جولدينا باهي اون فوا حضرت الكل تصبها فوق وتدخلها في الفوق فوالا هو تقريبا كل شيء طايب طيب اكزاكتومون جوست هكا تحمر من فوق شويه وخرجوها يعني ما تتجبل ليه ظاهر فيها بنينه ياسر هذايا اي بنينه هذايا ظاهر فيها بنينه برشا باهي تخي بيان مي لا خليك تكمل تقلي الاسكالوب والبصل نتاعك نعمل بحذاك بعد طلع شويه نشوفوا كيفاش حضرت الغراتان قبل ما تحطها في الفرن وريه لنا اوكي ومن بعد باش نتعداو لل الفطيره اللي تحبها اللي انت باش تكتشفها وبدينا بها انا وشيف امين باش نكتشفها وبرشا من الناس تفرجوا فينا يمكن ماهمش من المهديه باش يكتشفوا الفطيره هذايا معك سهير خذ راحتك نرجع بعدك بعد شويه كوجينا كوجينتك والدار دارك والميسيون نتاعك احنا باش نمشيو نحكيو على بوتي نحكيو على بون هو زين انت برك الله محليهم شوافرك محلى مكياجك اما
معناتها في مناسبة ولا عرس سيغتيم ركبت مرة شوية ركبت في عرسك في عرسك علاه وركبوا لك الكاملة ولا لا؟ قبل لك الكاملة 2012 ما فماش تقول أنت مازال مش توندونس تويكا فما برشا كيما تحكي أنت 3D و4D و5D وروس و7D وحسيت برشا أنه يعبر فما أنسوا وفما اللي لي دونك صحيح أنسوا محليها أي ها باش نكتشفوا توا مع بعضنا افيك نوتر إكسبيرت جوستومون في الإكسبيرت دو جور في روبريك بوتي باش نحكيو على الشوافر لي سيلاسيل اللي كنا نحكيو عليهم انا وسهير الكل الانواع هذم الكل باش نكتشفوهم تو دو سويت في الاكسبير دو جور وباش تفيدنا وتنصحنا في الموضوع هذايا اليوم تحضر بحذايا في البلاتو ضيفتي خبير التجميل حنان الضاوي اللي باش تفسر لنا هالسيل هذوما والتقنيات الموجوده وكل كيفاش تمشي مع كل عين مع كل فورما مع كل مناسبه وشنو الانواع الموجودين اليوم. حنان مرحبا بك. يعيشك وبيك لينا صباح النور. مرحبا. يعيشك ميرسي بوكو. يعيشك. دونك شوافر يبدلوا كومبليتمون غزره العين يكبروا يعطيك هكا عين فايقه محلوله حتى ساعات واحد راهو من غير مكياج وحاجات تقول لك كي نركب شوافر نحس عينيا اكبر وخير والكل هذاك علاش حبينا اليوم نعاونوا العباد الشوا صحيح اللي يعملوه مع فورمه العين في النهار مش كيما في مناسبه ولا في عرس اما قبل فهمنا احنا ضايعين انا سهير كنت تسمع فينا نحكيو برشا انواع وليو اليوم معناتها تبارك الله انواع كبيره ومختلفه من الشوافر اكزاكتومون فما برشا انواع من الشوافر دونك انت والمناسبه اللي باش تمشي لها ولا تحب حاجه متاع كل يوم سا ديبون هذيك اول حاجه في الشواء دونك عندنا لي سيل ماغنيتيك اللي بذكير يلصقوا هذوما لي سيل طلعوا توندونس في تونس بالقريبيتي من بعد تفيو علاش تفيو براتيك هما براتيك يساعدوا العباد اللي صباح دو ما تقوم تلبس وتمشي لكل حتى شيء ما تقلقكش علاش تفيو في تونس على خاطر ما يعطيوش الإفي ناتوريل في العين خاطر هما اون فيت دو زيتاج يطبقوا على بعضهم في كيما قاعدين نراو في التصويره توا اكزاكتومون دونك يخليك الفراغ بين الشفره الاصلانيه والشفره المركبه تظهر يعني تظهر حتى من بعيد حتى كي نقعدوا هكا نفس الديستانس تظهر على الاخر ويركبوا في طرف العين اكثر هما على حسب لينا في التصويره باش تظهر العين هكا مجبده اكثر فما الكاملين انت والفورمات العين هكا ديجا باش نحكيو عليهم بعد كل فورما شنو تمشي معاه وفما لي سيل اللي بالكل هذوما شنو لي سيل اللي بالكل وقتاش نلبسهم نلبسهم كي تبدا عندنا ايفينمون مومونتاني معناتها نتاع نهير ليله صحيت نتاع نهير سواري ليله ما يقعدوش في العين برشا كاملين هذوما معناتها تلقاهم دي سيل كاملين هذوما كاملين يلصقوا بالكل والكل هوني فما انواع يقول لك كل فيجيتال وكل مع سبيسيال ما يضرش العين اي فما الكل فيجيتال هو 100% بيو ما فيش حتى برودوي شيميك دونك هذيك اللي يخلي العين من بعد ما يسلهاش الحموريه ولا يصير لها تحرق صحيت ولا تقعد تاكل فيك من داخل فهمت دونك نحكي شنو البرودوي شيميك اللي ما يلزموش يكون موجود في الكل نتاعنا داكوغ بعد النوعين هذوما المانيتيك وشفنا الكامله اللي تركب بالكل فما حاجة أخرى لي سيلاسيل هذوما لي بلو براتيك وتوا ديجا توندونس برشا في تونس في العالم الكل لي سيلاسيل براتيك علاش خاطر أول حاجة ترتاح من الماسكارا خاصة المرأة اللي تخدم الصباح تقوم بكري دونك ساعات ميم با ما عندها الوقت أصلا وما يسيلش الجملة وبراتيك تنجم تحضر بيه سواغي تنجم تحضر بيه كل يوم تمشي تخدم معناها براتيك على الآخر في أي مناسبة داكوغ هذا يركب بالقولوا احنا بريسك بالشفرة براتيك سي فغي ما يظل لي أكثر واحد يعطي إيفي ناتوريل فوالا هوني توا في جوستومون في الموضوع هذا فما بخلاف الانواع هذوما فما تسميات اللي يقول لك روس 3D 2D 7D ذولي حتى معناتها شنو الفرق بين التسميات هذوما؟ الفرق بين الانواع هذوما الكل الكثافه نتاعهم الفوليوم والطول وكل فوليوم وطول نختارهم حسب العين وحسب دو باس اللي هما طول شفرتك انت الاصلانيه معناها ناتوريل شفرتك ناتوريل قداش طويله وزيد الفوليوم تاع الشفره نتاعك الناتوريل
باش ما تضرش حاجه سوفيستيكي برشا معناتها اكزاكتومون وباش الحاجه ما تعبلكش شفرتك الناتوريل دو فاصون كي تنحي انت لي سلاسل والتام ديبوز نتاعك تلقى روحك ما عندكش حتى شفره بي جوستومون كي ناخذوا انواع العينين مثلا العين الكبيره وناخذوا فما عينين صغيره على الاخر وفما عينين غرقانين فما عينين ازياتيك شويه الانواع المختلفه من العينين كيفاش انا دابت ليهم الشويفر الكبير يمشي معاه العين الغارقه باغ اكزومبل عندنا العين اللي فيها شحمه اللي احنا عندنا في تونس برشا العين اللي فيها شحمه دونك العين اللي فيها الشحمه اللي تبدا هابطه شويه هون دونك هذيك دو بريفيرونس نختاروا لها لي ستيل من الاطراف نتاعهم يبداو ماهمش فوليوم ماهمش فوليوم برشا وقصار وفي الوسط نختاروا الطول اطول شفره طويله في الوسط والاطراف نتاعها قصار دونك نجمو نختاروا لي فوليوم ديفيرونت معناها كو سو سوا فوليوم برشا ولا متوسطه في الفوليوم نتاعها علاش الشفره في الوسط تكون اكبر اكبر اطول باش تغطي لك الشحمه هذيك دو فاسون الروغار نتاعك ولا تنحى لك الديفو هذيك اللي في العين تكبر يعني تكبر العين وتتنحى الديفو هذيك ما عادش تلاحظ اللي فما شحمه في العين العين اللي تبدا صغيره ولا هكا ازياتيك شويه مجبده ولا هذيك ديجا اللي باش نحكيو عليها تكون الفوليوم نتاعها في طرف العين طرف العين تكون فوليوموز وطويله تطول باش تجبد العين طول باش تجبد العين وتكبر العين اون فيت كي تحط انت الطرف نتاعها فوليومو وطويل ومن هون الطرف القدامي نتاعها يكون قصير يعني تبدا قصيره وماشي تطويل يعني توصل الطرف لهنا وتكون فوليوموز على الاخر وطويله تتسمى الكات اي كات اي معناتها عين القطوس كات اي ولا دول اي والا دول اي بي دونك تبدا من هنا قصيره واللي كوتي تكون الشوافر طويله ومليانه ومليانه سورتو ومليانه فوالا الطرف نتاعها يكون مليان مالا شنو لوي دو بيش يقول لك زيو دو بيش تمشي باش مع العين الكبيره العين الكبيره ولا العين اللي فورم نتاعها برك الله كيما عايشك عايشك انت احلى انت كيفاش عامله بنفس الفوليوم الكل انا توا بور لو مومون مانيش سلاسيل ما عندي ايفينمون توا داكور دونك اما سينو العين الكبيره شنو يمشي معاها؟ العين الكبيره العين كيما قلت انت الفورمة العين نتاعي انا اللي هي الفورمة نلقاها فورمة نتاع لوزا داكور دونك تمشي معاها كل شيء ما تحيرش في الشوا نتاع الفوليوم ما تحيرش في الشوا نتاع الطول اي حاجه تويتيها والغوس شنو هذوما الغوس الفوليوم غوس هي الفوليوم تكون مليانه البوز نتاعها مليانه برشا وتكون طويله تكون مونتاج الشعره اطول من الشعره طويله على الاخر وتكون مليانه على الاخر تكون فيها فوليوم كبيره بي دونك هذوما برسك هذوما هما توا الانواع الموجودين هكا ولا لا فما 2 دي بوز كلاسيك 2 دي وفما 1 باي 1 كيفاش هذوما ال 1 باي 1 نتاع ياسر عبد ما يحبش يظهر اللي هو عامل سلاسل جمله كانهم شوافر يعني ما فما حتى ديفيرونس معناها كي تخزر هكا ما فما حتى ديفيرونس هذايا 1 باغ 1 اي فما عباد تجي تقول لك لا نحب حاجه ديسكريت تاع كل يوم نحبش حاجه هكا تظهر جست تحب كيما شويفري ما نقعدش نعمل الماسكارا اكزاكتومون 2 دي و 3 دي كيف كيف تكون املى شويه من 1 باي 1 فوالا جست الفوليوم هو اللي يفرق معناتها جست تفورم العين فما ليفي ماسكارا تعمل ايفي ماسكارا كانك عامله ماسكارا كي نسال اسئله في لي فو با اللي نجمو نعملوهم وقت الواحد يبدا مركب لي سيلاسيل هذوما اسكو اي سو بيرمي باش يعمل ماسكارا ولا لي فوقهم ومن اللوطه ينجم يعمل ماسكارا ولا في الشفرات اللوطانيين شفرات اللوطانيين نجم يعمل ماسكارا على روحه باش تبدا كويرونت تظهر كويرونت صحيح تبدا فما ايفي لي في ناتشورال اللي نحبوا عليه احنا داكور دونك في لي سيلاسيل الماسكارا يطيح الشفره مش بيه تولي فعال تشدك 3 سمان تشدك اقل برشا اقل جوستومون دوري ا بو بري نتاع الشويفر هذوما بصفه عامه بين 2 سمان 3 سمان هكاك 3 سمان 3 سمان ولازمك تمشي تعمل 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 رومبليستاج ماذا بيك 3 سمان ما تفوتش 3 سمان تعمل رومبليستاج اون فوا فوت 3 سمان لازمك تعمل ديبوز نتاعك وتعاود تعمل بوز جديده بون بيان سور لازم رتحوا راهو بين البوز الجديده والديبوز ديبوز اخر سؤال الديبوز كيفاش تصير بطريقه صحيحه باش واحد يستحفظ على شويفرو الاصلانيين خاطر فما ناس وحدها تنحي تبدا تنحي تقلع ستيغا ينجم يضر شويفرو دونك كيفاش الديبوز لازمها تصير الديبوز تمشي للستونتر اللي عملت فيه انت
عمرك دي بوست بروفيسيونيل برودوي بروفيسيونيل عمرك ما تقلع شويفرك راهو تلقى عينك بعد الاصلانيه ما عادش عندك حتى شفره وراو ساعات البلايص اللي تقلعوا منها شويفر تبقى فارغه وما عندك حتى دوي ليها معناها بعد تقعد تخدم 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 وتشري كل شيء تلقى روحك قاعده البلاصه فارغه كومبليتمون دونك كيما نشوفوا ماما 24 اور لولاني تاع البوز بعد البوز ما لازمكش تمس الماء شويفر نتاعك ما يمسوش الماء ما نقلعوش ما نجبدوش الشفره سورتو ما نقلعوهاش باش نستحفظوا على عينينا سيغتينمون ماسكارا لي وزاد المقسم تاع شويفرك اللي يقلب الشفره ما عادش نستعملوه اون فوا هي ديجا شفره مقلوبه كي تترك ما كانش سافا ديفورمي الشفره صحيتك وديجا تطيح البوز نتاعك تطيح قبل وقتها معناها تري بيان هذوما لي فو با والحاجات اللي ما لازمناش نعملوهم كان نحبوا تقعد لنا كيما قلت انت حتى الثلاث سمان لي سيلاسيل نتاعنا والحاجه الباهيه اون شوا من بين الحاجة سامبل كيما قلت انت الوان باروان لحتى كشي للأكثر حاجة شنو الغوس الغوس اللي هو يحب حاجة فوليومينوز نشكرك يعطيك الصحة ميرسي بوكو حنان الضاوي خبير التجميل اللي حضرت تحضرنا اليوم في الإكسبير دو جور هاكا هاكا تعرفنا على الأنواع الموجودة اليوم من لي سيلاسيل اللي متوفرين في تونس تبارك الله التقنية الكل موجودة وإذا كان واحدة تحب علاش لي تفيق الغوغار نتاعها وتتخلص من الماسكارا حل من الحلول يعطيك الصحة حنان ميرسي بوكو كان ضيفتنا اليوم في ليكسبير دو جور احنا شويه اخر نمشيو نعملوا طلع على ضيفتي سهير في الكوجينه اش عملت سهير سافا قد جينا بريق لامورك اليوم نجيب حليك نعملوا طلع وين وصلت في المنيو ما تدخليش الكوشه لا ما نجيو اي اكزاكتومون اي باهي علي جايه بحذاك جست نجي بعد ما نلانسيو مع بعضنا نصيحه جديده كيما كل يوم في وقايه زانيمو وقت اللي بتهز الحيوان نتاعك للفيتيرينير اهم نصايح في وقايه زانيمو ورجعي عسلامة ومرحبا بكم في وقاية زانيمو السؤال اللي نجاوبوا عليه اليوم هو شنو نستحق باش نهز حيواني للبيطري سؤال تحفون ومهم برشا واليوم هنا باش نمشيو خطوه خطوه على شنو نستحقوا قبل ما نهزوا الحيوان نتاعنا للبيطري به اول حاجه ساعه باش تكلم البيطري نتاعك تاخذ الرونديفو نتاعك وتسالو كان ثم حاجه لازم تعملها لو طون اللي انت تستنى في الرونديفو نتاعك سينو باش نحكيو بالمشاكل بالواحد بالواحد مثلا بالنسبه للقطاط باش تستحق كاج ترونسبور بالنسبه للكاش ترونسبور ساعات ثم مشاكل تاع قطاط اللي عنده اكسبيريونس خايبه معاه ولا مش مستانس بيه دونك باش تلقاها صعيبه على الاخر باش تدخلوا وتخرجوا ماك الكاش ترونسبور هذاك اللي تستحقوا باش تهزوا البيطري نتاعك سينو ثم دي استيس نعملوهم باش نستنسوا القطوش بالكاش ترونسبور كاش ترونسبور تنجم تحطه في الدار تخليه محلول تنجم تشرب فيه شويه كاتنيب ساعات تحطوا فيه الماكله تحطوا فيه اللعبه المفضله نتاعو باش السيد القطوش نتاعك يستانس بيه يولي ساعات نجم حتى يكون يولي له المكان المفضل نتاعو يرقد فيه باش نهار اللي تستحقوا باش تستعملوا تهزوا البيطري نتاعك ما يكونش صعيب باش تدخل فيه قطوسك الكاتنيب نجم نلقاه متوفر اما سو فورم دو حشيش كما هو والا سو فورم دو سبراي في سيتواسيون نتاعك ننصحك بالكاتنيب سبراي اللي يلسفي انك تفشش منه شويه بشويه يلعب الغول نتاع اتراكتيف القطوسك وهكا كينقصو من ستريس ويكون مرتاح في الكاج نتاعو نزيدكم استوس اخر اون سكي كونسيرن الكاج اون سكي كونسيرن الكاج مهم برشا انه التايم تاع الكاج نتاعنا تكون تتماشى مع حيواننا معناها مع كلبنا والا مع قطوسنا ما تكونش صغير عليه برشا وما تكونش زاده كبير عليه برشا اون سكي كونسيرن اللون وقتها الشوا ليك انت عاود نجم تختار اي لون يحلى في عينك مي باغ كونطخ فما نصيحه نزيدها لكم Il est très important de stimuler le cage et de stimuler le système de l'bib. Maintenant, le tasquir est comme ça. Le tasquir est le bib. Je ne le fais pas pour le faire. Je ne le fais pas pour le faire. Et je ne le fais ممكن باهي يا سيدك عمل معاوة دخلناه في الكاش وبالنسبة للكلب نتاعك كما بالليس والأغنية نتاعو هزيناه بالنسبة للعباد اللي تسكن بعيدة على البيطري باش تستحق كهرباء في الكهرباء باش تستحق سنتور نتاع الكلب نتاعك وباش تستحق ديزاستيوس اللي تعلمهم كيفاش تهدي الكلب نتاعك في الكهرباء اللي نجم تعاونك فيهم برشا الحلقة اللي عملناها في الموضوع هذا اللي تنجم تلقاها على لي ريزو سوسيو نتاعنا على اليوتيوب على الفيسبوك على الانستغرام باسم زانيمو اون سكي كونسيرن الكهرباء كيل سوا كلب ولا قطوس برشا حيوانات عندهم لو مال تاع ترونسبور دونك حاجه عاديه انهم يستريسيو ويرجعوا الماكله نتاعكم هذاك علاش نعطيكم زوج نصايح اخرين الحاجه الاولى هي انك تبدا تكون معاك ديما لانجيت صغيره اللي هي ياسر براتيك في استعمالها باش الله لا يقدر كلبك ولا قطوسك رجع الماكله ولا تقلق في الكهرباء ولا حتى عمل بيبي نجم ننظفوا له باللانجيت النصيحه الثانيه وباش نستحضروا على النظافه نتاع الكاج نتاعنا لي تابي ادوكاتور اللي نعلموا بهم الكلاب نتاعنا كيفاش يعملوا لي بيزوان نتاعهم نجموا نطويوها ونحطوها في وسط الكاج هكاك على الاقل نحافظوا على النظافه نتاع الكاج نتاعنا
باهي يا سيدك، انت في الكهرباء نتاعك بالحزام الامان نتاعك والحزام الامان نتاع الهبه نتاعك ولا قطوسك في الكاج نتاعو، خان تفقدوا نسينا شي حاجه. باهي، الليس والاغني موجودين، الميزيليغ موجوده، لعبته المفضله موجوده، كارنيه فاكسيناسيون هزيتو، كان كيكا جاوك باهي توا. سينو نصيحه الاخرانيه تنجم تعاون بها البيطري نتاعك، كان مثلا الحيوان نتاعك متقلق في معته الحكايه وعمل دياغي ولا حسيت حاجه بيزاغ في الفضلات نتاعو، تنجم تصورها بالتليفون تعاون بها البيطري نتاعك، ولا حتى كان عندك الشكاير اللي تلم بهم الفضلات نتاع كلبك تنجم تهزلو ايشونتيون. وما ننساوش اللي حتى وكان كلبنا ولا قطوسنا متربي وما يمشيش للعباد، الليس مهمه في وقت الفيزيت نتاع البيطري، على خاطر فما ريسك كبير انه يقابل حيوانات اخرين، الحاجه اللي تخليه كل ما هبول يحب يلعب اي باغ سويت ينجم يخرج على الكونترول نتاعك. ونحرص مليح انه اذا كلبك ولا قطوسك مازال ما كملش لي فاكسان نتاعو ما تخليهوش يمس القاع جمله، باش ما يتعداش بمرض اخرين الله لا يقدر عليه. وكالعاده كان عندكم اي سؤال ولا اي موضوع تحبوا نطرحوه تنجموا تتصلوا بينا كو سوا بار ميساج فوكال ولا بار تكستو على الواتساب 20 43 43 43. وما تنساش باش تتابعونا في الباج نتاعنا انستغرام زانيمو تونيزي. سيتي وقايد زانيمو، ان شاء الله نهاركم زين ومع بي حيوانات. سهير ايواش هاي وين وصلنا تو؟ انا جينا قد قد جينا قد قد ما دخلتيش الغراتان عاد استنيتنا استنيتكم تحب تعمل لي تيست نذكر اش عملت ولا لا؟ حطيت جولدينا في القليه بتاعك البوال معاها بصل اي والسكالوب مقصوص فلفلك حلو ملح قليتهم وهذيك الكشلوله بيه والكوش الثانية عندي طيبت في الماء سفنيريا و... وجلبانة هذيك الكوش الثانية فوالا والكوش الثالثة لي بول نتاع البطاطا البطاطا هي بوري اي وفي قلبها مريح غرويير مريح فوالا وتويكا حطينا الصوص بيشاميل اللي عملناها وش نحطوا عليها تخوا فرماج جبن مرحي تخوا فرماج فوالا باهي دونك صبيت البيشاميل اللي خليتك طيب فيها قبيلة أي. وباش تشخشخوها توا هكا بالجبن هاك محليه لي كولور نتاعها مزيان على الاخر حتى الصغار معناتها يحبوها هكا توا برشا صغار ما يحبوش معناتها ايه. الخضره فاي طريقه باش تاكل الصغار الخضره انت توا حطيت السفنيريا وال والجلبينه اما نجمو نزيدو خضره اخرى كنحبو ايه ولا هكا اي البصل والجلبينه نحكي معناتها كي تبدا صغير ما يحبش ياكل قرع اخضر ولا ما نعرفش حط بيان سور بيت الجيل ونابورت كوا حط تحطهم دي غونديل تعدي عليها اي تعدي 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 حتى الداخل في وسط البطاطا تنجم تحطها تنجم اي فهمت معناتها دونك هذا باش تحطها انت في الكوشه قد ايه تقعد قلنا دريجين ربع ساعه هكيك جست تجبن شويه خاطر كل شيء حاضر اكزاكتومون فوالا تخي بيان باهي نحطوها تويكا نحطوها تويكا خليها لو طون اللي تحضر في عقلها واحنا باش نلانسيو معاك سهير نذكر باش تعمل لنا كنافه وباش تعمل لنا الحاجه الثانيه من المهديه الفطيره الفطيره نتاع المهديه باش لو تحب نمشيو للفطيره تاو نبداو نمشيو للفطيره نمشيو للفطيره دونك باش ناخذو نحطوا باهي وانت تحضر في فرد مره تنجم تحكي وتحضر اي بيان سور احنا نسينا نعملوا حاجتين ثلاثه فرد مره نحن هكاك معدلين هكاك كيفاش كنت في التعليم كنت بروف دو فرونسي تقري وبدلت الفوكاسيون نتاعك اي اكزاكتومون هذيك هي حياتك هاو جاتك الترشيقه ما تعرفش عليها معناتها فينا وقت تجيك شانجمون نتاع الكاريير ولا اكزاكتومون تحس روحك معناتها دوي في حكايه والكل وليت نسترزق منها يعني هكا شوية في الدار انا مصروفك يعني فوالا في الدار فوالا دونك تعديت لكل ما هو علاقه بالكوجينه والطبخ كل ما هو علاقه بالكوجينه والطبخ معناتها مغرومه بيه نكبر معناتها في الغرام نتاعي وليت نطمح اي للعربيه وللعالميه علاش لي علاش لي ان شاء الله ربي يوفقك ان شاء الله اي ان شاء الله مادام الانسان عنده نفس أي. وعنده طموح اي قدرة ربي يوصل شنو مالح ولا حلو زوز انا بحق مالح وحلو نحب انا نحب روحي بوليفالونت ما نحبش روحي يعني في حاجه باركه كل جوار بتاع الكره أي. انا هكاك بيقول لك سمي لك ثلاث حاجات تعرف تعملها ثلاثه اكثر حاجات ملوخيه اي كوسكسي
جاتو. لي جاتو بنويعهم. جاتو نتاع الصباح. بلا ولادك في عيد ميلاد ما تشريش. لا لا ما نشريش بكل. راس العام. لا لا ما نشريش. وعيد زواجك وعيد الحب. يا بنتي انا ديسمبر كله افراح ومسرات حتى الجانفي. بالصحة ان شاء الله ديما هكا. ان شاء الله يا ربي. بلا ميسيو شيخ في الدار. شيخ اي. صحابه يقولوا له صحة عليك. صحة عليك مرتك صنيفة. هي من نهار اللي انت لطف عليك هكا ما عادش مرضت ما طيبتش حاش يصير فيه. هو طيب. إيه لا ذاك اللي جبته معاه نحضوج وقديش في راجل يعرف يطيب احنا. بحق ميوحل. هو من قبل جيك يعرف يطيب كي عرست بيه ولا جي علمته؟ لا هو يعرف يطيب. هو يعرف يطيب. عنده أومليت بنينة تعمل كيف. إيه والله سي بيان. إيه معناتها زوز مغرومين. ما هو قرا وحده وكلي سكن هو قرا في المهدية. تقوليش تعرفت عليه في المهدية. هو تعرف علي في المهدية. حبيت قلنا خاتيك انت نقرا على روحي على روحك ولا اكزاكتومون ماشي الليسي نقرا انا صار حكيتكم من ايامات الليسي قصه حب انا سانكيم اني سكوندير وهو بروميير اني فاكولتي اي وتخرجت وكملت الميتريز نتاعي وكتب المكتوب تبارك الله قصه حب من الليسي هذا ربي يفضلكم لبعضكم شو اسمه مسيو خنسال معلي محمد محمد ربي يفضل لك يا سي محمد يعيشك وتبارك الله صنيفه ومجديه وضحاكه وشرها معناتها لي كاليتي الكل فيك الحمد لله عرف يختار قولوا احنا راضين عليهم وهو وانت زيد راضين عليك ولا الحمد لله انا اليوم حبيت معناتها يكون بابا يتفرج عليا الله يرحمه توفى لو 3 ديسمبر الله يرحمه نعم ان شاء الله اما متاكده لي هو فخور بيا الحمد لله الحمد لله الحمد متاكده لله. حتى عايشك بيه اي فاتتنا حاجه ريتك حطيت الفارينه والفلفل الاحمر والثوم والملح والفلفل الاكحل ريت قديه ما فاتني حتى شيء اكزاكتومون اي باش نزيدوا العظام عظمه نيا اي عظام اي باهي هاتا نجيب لك عظمه عاود ذكرنا شنو حطيت اربع عظمات اربع باش ولا حتى اكثر قداش تحب عنا راهو العظم اي مشيش تقول ما عندناش للجميع الكل باهي عاود ذكرنا شنو حطيت مادام جبت لك العظم باهي مالا انت جيب العظام وانا خنزيد الفارين هاكا ذكر لمشاهديناكم في الكاميرا قول لهم شنو باهي الفطيره المهدويه هذيا نستحقوا خمسه مغارف فارينه عليهم زوز مغارف صغار ثوم قد ما تكثروا الثوم قد ما تجي بنينه فلفل احمر مغرفه كبيره فلفل احمر مغرفه صغيره ملح والعظم قد ما تحب العظم جبت لك ست عظمات فوالا ميسالش تحب نزيدك نزيدك لا ميسالش ست عظمات اللي باش ياكل ياكل واللي مش باش ياكل تو نزيد نعمل لهم بعديك باه تري بيان باه عندك صحفه صغيره نحطوا فيها العظم شكرا باه وبعد نعملوا العظم نتاعنا نحطوا القليه نتاعنا فوق الغاز والزيت نقليهم سو فورم دو بانكيك كهو هذا هو معناتها اللي زانجريجو سهله بالكل هذي تبل انت قلتي اعطيوها لحد مريض على خاطر ابارامون فيها برشا ثوم وفيها باش نعاود اكزاكتومون باش نزيد الثوم انا ديجا باش تزيد تكثر لنا في الثوم اي باهي تري بيان معناتها قد ما تحط فيها خاطر هو الثوم راك تعرف مضاد حيوي معناتها ناتشوريل بيان سور باهي ان شاء الله ما يزيدش معناتها دونك ثوم فلفل الاكحل فلفل الاحمر اي الملح اي نحطوا شويه كرويه زيده باش ما نقولوش نحيت حاجه عندنا راهو مع بهارات نابل تبارك الله باش نحط لفاحات الكل اكزاكتومون الحق موجود باهي نحطوا الكرويه معاها خاطر تجي بنينه برشا بالكرويه باهي ومن بعد باش تحضر القليه فيها شويه زيت اكزاكتومون ونهز بلوش ونحط كيما البانكيك داكور باهي مش صعيبه سهله بالكل سهله وفيها برشا منفعه باهي بلا خليك سهير تكمل باهي اوكي وبعد نرجع بحذاك نشوفك اش حضرت لنا وخلينا في الاخر كعيبه نشوفوها كيفاش تعملها لنا باهي اونتخ تاع حبيت نسالك سؤال جاوبني بكل صراحه بصراحه في العائله اي ما عندكش حتى من العائله البعيده مش عائلتك المقربه اي واحد عنده في عائلته ناس متعاركين وساعات يقعدوا متنابزين مديده المديده تنجم تكون اسابيع وفما شكون سنوات يقعدوا ما يحكيوش على ورثه على مشكله صارت على نبزه مالوغوزمون فما ساعات حتى اخوه تلقاهم متعاركين ما عندكش شكون تعرف حتى في الانتوراج في الجيران مش حتى كان في العائله فما موجود فما وانت سنتيمونتال مظاهره ما تحبش القطيعه ما تحبش ما فما يعني الا غالب معناتها فما ناس متقاطعين ما معناتها ما يحبوش بالسيف معناتها مش بالسيف هي ما
ديما تلقى طرف كل واحد كيسح اكثر من الاخر مش اي سيغتينمون جينيرالمون اي هكاك ديما ما حاولتوش انتوما حاولنا تسامحوا بيناتها حاولنا علاش ما نجمتوش ليه رجعوا مي قعد هاو رجعوا اما صحه فوالا سي ديجا با ما اي هكاك ديجا خطوه مش خايبه بالكل علاش نحكيوا على الموضوع هذا اليوم في فاميلي جوستمون خاطر مهم برشا علاش نحكيوا عليه على خاطر الصعوبه ديما في البروميير با صحيح اللي باش يمشي يقول لك انا باش نطيح من بالعكس هذيك قوه هكا ولي قوه انا بالنسبه ليا قوه برافو اللي يمشي سامح راهو معناتها بالحق ربي يعطاه قوه باش وما فهميش علاش والدنيا هكا تشوف الدنيا فيها الموت كافر واحد يكبر قلب بالحق هكا ولا لا اي ملي تبعنا حاني معاك وذن معايا وعين في الكوجينه باش نمشي نحكيو جوستومون مع ضيفتي اليوم اخصائيه في التنميه البشريه ليلى بن مليك اللي باش تعطينا المفتاح والطريقه اللي بها نجمو نتصالحوا وقت اللي احنا في فرد عائله فما هكا القطيعه هذيك والصعوبه الصعوبة متاع لو بروميي با الصعوبة متاع الخطوة الأولى متاع السماح متاع الباردون كيفاش نسهلوها على روحنا وعلى الناس اللي نحبوهم واللي ساعات نبزيت حكاية فارغة معناتها خلينا نمشيو نحكيو على الموضوع بأكثر تفاصيل وفي فاميلي دونك هذا هو موضوعنا اليوم في روبريك فاميلي ركزوا معنا تبعونا وجوستومون نحب نرحب بضيفتي في البلاتو بحذية ليلى بن مليك اخصائيه في التنميه البشريه باش تعاوننا نفهموا اكثر الموضوع وسورتو نلقاو الحلول اللي تتماشى معاه مرحبا بيك بحذينا في البلاتو يعيشك تيندا يعيشك موضوع ياسر مهم باش نحكيو فيه اليوم باش نحاولوا نعاونوا بعض الناس اللي لقاو صعوبه جوستومون باش يسامحوا باش يصفيوا قلبهم اي سورتو باش يقوموا بالخطوه الاولى في الموضوع هذايا خاطر يقول لك زعما الكبير يمشي للصغير ولا الصغير يمشي للكبير زعما الظالم يمشي للمظلوم ولا كيفاش تصير العمليه ولا ما غير حسابات هذا قلت نحكيو فيه بعد شويه مقبل نستدعاك انت والناس اللي قاعدين يتفرجوا فينا باش نسمعوا دي تيمونياج نتاع ناس عاشوا التجربه هذه قطيعه وسط افراد العائله في البارتي الاولى باش نسمعوا دي تيمونياج نتاع ناس ما نجموش يتصالحوا ما نجموش يخلطوا يرجعوا وتصير الريكونسيلياسيون هات نسمعوهم ومن بعد نرجعوا كنت مخرب بنت خالتي لكن مالوروزمون معناتها ما تفهمناش قعدنا مع بعضنا حكيت عامين وبعد طلقنا بون هو مكتوب اما الحاجه هذه عملت برشا مشاكل ما بين الزوز عائلات معناتها سورتو ما بين امي وخالتي اللي كانوا قبل معناتها ما يتفارقوش كانت كل واحده فيهم تعمل حاجه لما تعلم الاخرى يتشاوروا في كل شيء كان عندهم بلاصه باش يمشي ولها مع بعضهم في العيد ولا في المناسبات معناتها كل شيء حضروه مع بعضهم كانت علاقه قويه برشا سوفكو معناتها المشكلة اللي كي طلقت بنتها كل شيء تقلب معناتها العلاقة ما بين أمي وخالتي توترت برشا ولات فما برشا مشاكل تقريبا ما عادش فما حتى كونتاكت اللهم معناتها تبدا شي حاجة يتقابلوا شي معناتها في المناسبات في مرض ولا في موت ما تبقى معناتها ما عادش فما حتى كونتاكت ما بيناتهم بسبب الطلاق اللي صار ما بيني وبنت خالتي عندي زوز اخوات اولاد صايره بيناتهم مشكله كبيره تويكا من سنين ملي توفى بابا يرحمه من 5 سنين يتعاركوا على قطعه طرف خلاها لهم الوالد رغم انه كل واحد فيهم دار وملك قد ما دخلت انا اخواتي زوز البنات قد ما حاولنا ان نصلحوا بيناتهم هادي ونفوس نقنعوهم بشي يرجعوا يحكوا مع بعضهم يقربوا لبعضهم على الاقل حتى في المناسبات اما ما نفع شيء وصلوا حتى للمحاكم واحد فيهم رفع بالاخر قضيه بتهمه الاعتداء بالعنف توا من عامين بغاسك صارت بينات معركه كانت من الأول مناوشة بالكلام بعد وصلت حتى للدار وصلوا للمراكز وصلوا للمحاكم حاجة اللي ما حبيناش تصير أنا وأخويتي البنات زوز حاولنا نرجعهم قداش من مرة خليهم يتقابلوا على الأقل في المناسبات ولا في العيد ويقربوا صغارهم من بعضهم ما زوز شي ما قبلوش صلح هذه قعدت لنا مشكلة معناها في عائلتنا سقطوا احنا معناتها انا اخوتي البنات عندنا زوز اخوات اولاد هكا فوالا دونك ليلى كنا نسمعوا في لي تيمونياج زوز دونك الاولاني كان متزوج بنت خالته كي طلقها وصار طلاق الاخوات ما عادش يتكلموا معناتها امه وخالته والحاله الثانيه مشكل نتاع ارث اللي هو متداول برشا به نكملوا نسمعوا التيمونياج الثاني اللي العكس وصلوا المصالحه وما بعد نرجع نعلق عليهم الزوز انا تو عمري 37 سنه معرس بمراه نداد انا وياها في العمر هي كانت معرسه وطلقت وعندها بنوته ماخذ الحضانه بتاعها
علاقتنا من الاول فما برشا ناس في الانتوراج نتاعنا رفضوها، سمعت برشا كلامات، كلام كان موجه ليا انا بالطبيعه، في شنو ناقصك تبارك الله عليك صغير عازب تاخو في واحدة مطلقة وبصغيرها وبرشا كلام من النوع هذا. حتى في عائلتي سمعت برشا كلام، وامي رفضت من الاول انها تخطب لي، قالت لي ما نرضاش عليك وما نحضرش لعرسك. وبالوقت فهمت عائلتي انه المرأة هذه حاجتي بها ونحبها، تعبنا برشا وتحدينا الناس الكل، توا عندنا عام ونص من اللي عرسنا ومستناو في صغير، الحمد لله العلاقة ناجحة وعايشين متفاهمين. انا مطلقة توا عندي 5 سنين، عندي ولاد عمره 7 سنين، تعرفت على شكون هو زاد معناها مع العرس وعنده ولاد عايش معاه، حبينا بعضنا قررنا باش نعرسو، وطوا بريسك عنا عامين معرسين. من الاول الحكايه معناها كانتش سهله بالنسبه ليا، خفت ما تنجحش العلاقه معني بحكم الزوز عنا صغار وعايشين معنا، وخاصه الناس القراب لينا معناها من العائله والاصحاب قالوا لي راهو مش بالسهل معناها راجل باش ياخذ بلاصه بولدك ويقبل صغيرك معناها انه عايش معاه ولا ينجم يتفاهم معاه. من الأول الحق لقينا برشا صعوبات باش نتأقلموا العائلتين مع بعضهم، ما بحكم الوقت بيانسور جاوزناهم، قعدنا معاهم حكينا تفهمنا، حبينا نقنعوهم وحاولنا انه معناها صغارة وإحنا عائلة واحدة وراكم انتم اخوات، وبشوية بشوية بتبيع على صعيب الكل وسهيل، وطبعا الحمد لله لاباس عايشين ومتفاهمين. وسمعنا الدوزيام مدخنين انترفونون معنا في التيمونياج هذايا اللي بالعكس معناتها الامكانيه يخلطوا المصالحه كانت ممكنه. دونك خلينا نعلقوا على هذه كل ليله، وانت تبارك الله اخصائي في التنميه البشريه تصور تخدم على الحاجات هذوما برشا. اليوم كي نحكيوا على قطيعه بين افراد العائله الواحده مش كيما عبد نجم عشتراه، هذوما ناس نجموا يتلاقاو في مناسبات في عروسات في برشا معناتها مناسبات تجمعهم، قديش الامباكت ينجم يكون نيجاتيف على الزوز ولا واحد فيهم؟ خاطر ساعات تلقى واحد ما يهموش برشا، واحد تلقاه موجوع من داخل بكى القطيعه هذيك ساعه، اول حاجه كيفاش يعيشها؟ سورتو لو كان أبار اللي نجمو نتلاقاو تجم تكون فما معني عشرة كبيرة وتربينا مع بعضنا وسنين عديناهم مع بعضنا، دونك دي سوفنير ودي مومون باهيين اللي جمعونا جوستومون. دونك وهوني باش تكون القطيعة مش تكون ياسر خايبة دولوغوز يعني خاطر فما نوع من الاتاشمون ايموسيونيل اللي يكون موجود ما بين الأشخاص. كي تصير قطيعة سورتو من الأول مش تكون صعيبة على الأخر على الأخر، معناها وجيعة كبيرة اللي فهم شكون يستحملها فهم شكون اللي عايش بها. داكوغ بي الهوني وقت اللي باش نصير المصالحة لازم فما خطوة أولى وهي أصعب حاجة، معناتها الهوني كيفاش تصير؟ هل إنه واحد يستنى يمشي بالقواعد اللي كنت تحكي عليهم من قبل، الصغير يطلب السماح من الكبير، الظالم من المظلوم، وإلا من غير حسابات ينجم يكون واحد عنده وعي أكثر من الآخر وهو يقوم بالخطوة الأولى؟ كيفاش تصير العملية وعلاش صعيبة؟ ماذا بينا لو كان كل واحد يسأل روحه لمحالة علاش نحب نعمل مصالحة، لو كان هو يحب يعمل مصالحة علاش نحكيه عليه؟ سيفغي اللي احنا تربينا في قبل نحكيه على لي فالور نتاعنا نتاع لي سوسيتي ومتاع العائلات والكل، اكلي ديما العائلة ماذا بك اللي تحطها فوق راسك، سيلة الرحم متسالش، حتى لو كان حد قريب لك وغلط فيك متسالش، لو كانك انت صغير ماذا بيه الصغير اللي يعمل الخطوة الأولانية معناها باش نقعدوا فيك العلاقة اللي ما بيناتنا. تبقينا لو كان بي اوكي نجم نكون انا صغير، مي الاخر قاعد يغلط المره الاولى معايا، المره الثانيه، المره الثالثه، وفما تراكمات نتاع الاغلاط، معناها شكون باش تكون المضره هوني؟ حتى لو كان انا قاعده نعمل في الخطوه الاولانيه باش اللي نصالحه، مي بيني وبين روحي مانيش نكون مرتاح. دونك دوكو وقت نحبوا نحكيوا على المصالحه ماذا بينا نحكيوا على الشخص يكون مرتاح في المصالحه هيك، مش الخاطر معتقدات تربينا عليها، افكار سائده اللي تربينا عليها، والا جلقى روحه في كل مره دركها بتعليم. صحيح. اي بي لو كان الاخر هو اللي غلط وانا مش نمشي خاطر تربينا في بيئه معينه على المخذه بالخاطر، معناها موجوده هذه خاطر عبد اكبر منك، خاطر جيرين، خاطر قريبك، متسيلش طيح انت من عندك وعيد والكل. لازم تكون فما سماحه مع على قنطره صحيحه كما فوالا، خاطر لو كان ما صارتش القنطره الصحيحه هذه ما تبنيتش، دونك شو يصير؟ انا نطيح من روحي، مي الاخر باش يعاود نفس الغلط المره الثانيه والثالثه والرابعه. فوالا الهوني ساعات تلقى زوز اطراف ماذا بيهم يصير سماح، مش كيما ساعات طرف
في واحد الزوز يحبوا على المصالحة، أما عندهم مشكلة متاع بلوكاج، كل واحد يستنى في الآخر، كل واحد يستنى في الآخر باش يقوم بالخطوة الأولى ويقولك صعيبة جاتني صعيبة. هوني كيفاش واحد جوستومون يسهلها على روحه باش يقوم بالبرومي با؟ يسأل لروحه هو علاش نحب نقوم بالمصالحة هيك، معناها المصالحة هذيك الإجابة يلزم اللي تكون مش أنا مش نعمل مصالحة معاك على خاطرك أنت وإلا الخاطر العائلة متاعي وإلا شو مش يقول علينا العباد، نو المصالحة هذيك مش نعملها خاطر بيني وبين نفسي، قناعة مني أنا ولا. دونك نعملها وما يهمني في شيء، خاطرني أنا مانيش مرتاح بال معناها القطيعة اللي صايرة ما بيناتنا، دونك الوجيعة أنا حاسسها وميم طون حتى لو كاني مش وجيعة معناها متاعك اللي تجرحت نجم نكون أنا متغشش عليك، معناها غلطت معايا ومتغشش عليك، شنو باش يصير؟ أشاك فوا اللي أنا مش نشوفك ولا مش نسمع عاديك ولا اللي هو الغش مادام موجود مازال في قلبي مش نلقى روحي قاعدة بطريقة لا إرادية اللي وقت اللي نشوفك الأفكار السلبية الكل واللي صارت ما بيناتنا معناها حاجات سلبية مش ترجع لي، شنو مش يصير مش نغذي الغش نتاعي، وبيان سور كي نحكيو على ليموسيون نتاع الغش، سي اون ايموسيون ديزاغريابل، ما نقولش نيجاتيف، نيجاتيف نجم يضر الشخص بيدو يعني، نو؟ اللي نقول ديزاغريابل ماهيش مانيش مرتاح وقت اللي عايشها، مي كل ايموسيون سي اون ايموسيون بوزيتيف، علاش؟ خاطر ديغيغ سيت ايموسيون سي ان سينيو دابيل راك تو فا با، معناها راك ماكش مريقل ماكش مرتاح ويلزمك تعمل خطوه باش تتصالح بينك وبين روحك، معناتها باش نتعداو الشخص اللي باش يقوم بالخطوه الاولى اول حاجه باش يعملها على خاطر روحه، باش هو يحس روحه مرتاح، باش هو يحس روحه تنحت له كالضغينه الغونكون الكره كل ما هي حاجات سلبيه في داخله ويمشي للايجابي، هذا هو الضغينه والكره هذوك نوصلوا لهم من بعد لو كان نخليه التراكم لو كان نقعد انا عايش بهيك ليموسيون ديزاغريابل، هي سبب باهي فالابل باش واحد يعمل الخطوه الاولى ديجا. الحاجه الثانيه وقت اللي واحد يحب يعمل الخطوه الاولى ويبدا مقتنع ومقنع نفسه ولكن الخوف من الاخر، الخوف من رده الفعل، يقول كان انا نمشي له باش نتصالح معاه ويعمل لي رياكسيون خايبه والا الميغوبوس والا الهوني فما هكا ليزيتاسيون هذيك، كيفاش تصير العمليه؟ اسكو يلزمو يشوف انترميديير من العائله والا دو بريفيرونس مباشره هو وحده يقوم بالمصالحه والا يحضر الطرف الاخر بطريقه غير مباشره، كيفاش يعمل؟ هو اسلم طريقه اللي انا مش نحكي مع الشخص ديريكتومون، مي لو كان الشخص الاخر ماهوش متحضر اللي هو مش يحكي معايا دونك نجم معناها ان يكون فما وسيط اللي راهو مش يقول له راهو على باله، معناها لو كاني انا غلط هنايا وعلى باله راهو اللي هو غلط وماذا بيه لو كان يحكي معاك باش تلقاو حل، دونك خاطر هو الاوبجيكتيف شنو هو؟ اللي مش نلقاو حل ما بينات بعضنا ومش نرجعوا العلاقه ما بينات بعضنا، دونك هوني التحضير نتاع معناها فوا فوار لو تيغان فافورابل باش احنا نجمو نحكيو مع بعضنا. بالضبط. هذه الحاجه الاولى، الحاجه الثانيه طريقتي انا كيفاش مش نحكي. اللي هي مهمة على الآخر، خاطر لو كان يعني اليوم مش نجيبش اللوم عليك ولو كان أنا مش نلقى معناها ديزيكسبليكاسيون ولا ديزيكسكيوز، يعني أنا راني ما عملت هكا على خاطرك أنت عملت لي وعملت، جو سوي دون لاتاك. إي سي جو سوي دون لاتاك، فينالمون أنت ديريكتومون باش تكون دون لا ديفونسيف. ما يسمعش منك. ماكش تسمع، فوالا، ماكش مش تسمع وبالعكس باش تكون دون لا ديفونسيف، وهوني الآخر خاطر وقت مش تكون أنا دون لاتاك، الآخر مش يسمع اللي احنا نحبوا نلقاو حل، أنت جاي تلوم علي. شاري له عركة. فوالا جاي تعالك. كيفاش؟ كيفاش؟ شنو هو الديسكور اللي لازم يتقال في الحالات هذوما؟ معناتها شنو نقولوا مثلا؟ ناخذوا سيتياسيون كيما صارت. معناها الخاطر نخرجوا من الجينيراليتي، مثلا اللي جينيراليزاسيون تاع كل مره، انت كل مره كي انا نقول لك هكا ولا نحب على هكا انت تتصرف هكا، نو راهو اللي صار ونحطوا كي السيتياسيون كيما صارت كان عملنا عليها اغي سور ايماج ونحكيوا عليها كيما هي مالونتوندو، فوالا نحطوا المالونتوندو ما نخليولوش ما نخليوش الاخر مجال نتاع الانتربريتاسيون باش يقول لك ليه ما صارش هكا ولا هكا، معناها نحاولوا نحطوا الحاجه كيما هي صارت. اي بوي مش نحكي على روحي انا، مش نحكي على روحي انا لو كاني انا متغشش، لو كاني انا حسيت روحي تجرحت وهذه حاجه وجعتني، معناها هذايا نحاولك لي بس من غير ما تلوم على الشخص اللي هو اللوم ليه مش به صحيتك، ومش نحكي على البزوان نتاعي، خاطر انا اليوم لو كاني تغششت ولا لو كاني نجم كون اللي صارت القطيعه خاطرني انا عملت رده فعل معناها سويت للغش نتاعي، فهمت؟ دونك راهو انا كي تغششت راني خاطرني جافي بزوان محتاج لحاجه معينه في علاقتنا. اخر حاجه وقت
اللي ساعات عبد عنده بريس دو كونسيونس اللي غلط. هي الحقيقه حاجه تري غار انه الانسان يمشي يطلب بكل سهوله وسلاسه السماح. معناتها فما ناس تطلب السماح اما ماهيش حاجه سيستماتيك وسهله، معناتها قليل قليل اون جينيرال ديما كل واحد يسونتي يقول لك انا هي اللي عندي الحق ليغو نتاعو اللي تقادي بلوكي هذومه اللي هوني جوستمون لو باردون اللي هي قبيله سهير يعطيها الصحه في الكوجينه بحذانا تصنف ضيفتي قالت لك قوه نشم في ريحه ياسر بنينه الاختيار الحار بنينه على الاخر انا نعرفها من اللي مش من المهدية اما نعرفها انا دي زاميه بالحق مين على الاخر حاجه هايله اي زيد عظم اخر هاي كل مره تزيد عظم خاطر قالت لي برشا نمبر تبارك الله باش يذوقوا منها اليوم سهير قبيله قالت لي في الكوجينه هي دليل على القوه الانسان اللي يمشي يطلب السماح وياخذ الانيشيتيف دليل اللي هو عنده ثقه في نفسه اللي هو ماهيش متصالح مع نفسه جوستمون لهوني كيفاش نخلطوها المرحله هذه باش توصل انت تكون عندك الشجاعه تهز التليفون ولا تتوجه للشخص اللي متعارك معاه من افراد العائله نحكيه اليوم وتقول له سامحني راني غلطت سبحان الله الناس كل تغلط انا نقول في العلاقات هي مع العائله ولا حتى برا العائله اسكو انا ماذا بيا نطور علاقتي مع الاخر ولا لا؟ دونك في الكوميونيكاسيون اون توجور ان اوبجيكتيف معناها ديغيغ اللي هو العلاقه نتاعي حاجتي بها ولا دونك لو كان انا نحب تكون عندي علاقه مع ليندا معناها ونتواصل معاها ونقعدوا معناها وقت نتلاقاو ونبدا فرحانين والكل دونك ديكو جو في الفيغ بوغ موا ميم اللي انا مش نمشي ومش نحكي مع ليندا باش نطوروا علاقتنا مع بعضنا معناها مون اوبجيكتيف سي كوا ريالمون نحب نكون انا مرتاح مع الاخر وقبلها بيان سيغ فما الديماغش اللي انا مرتاح مع روحي أي. مش تسهل لي الخطوه هذه الخطوه نتاع الباردون اي الهوني فما حاجه قرتها زاد سهير قبيله عندها قالت لك شكون في تعرف في العائله اللي حاول رجعوهم لبعضهم ولكن عمرها ما رجعت عليك كما قبل معناتها قعدت سطحيه على سلامه على سلامه هاوكا في المناسبات والكل اش قلت انت تو رجعوه خاطر ما رجعوش وحدهم معناها مش انا رغبتي انا ليانا نرجع أي. ما خلت خاطر في الاخرين في العائله على اني هبطت طيحت من روحي أي. الخاطر في الوقت اللي فما مشكله ماهيش حكايه نطيح من روحي ولا انت طيح من روحك اللي هو زاد انت تفيق اللي فما عندي باسمور ومسيتني في حاجه معينه بور نو با ريفير لا ميم شوز لو كان ما تصيرش الخطوه هذيا راني كنت طيح من روحي راه الاخر يجي يعاود نفس المشكله وهذاك علاه مش يعني واحد مش صافي 100% ماهوش مش يكون في نفس الوقت كان يقوموا بها وحدهم خير من يكون تدخل من العائله مش تكون على نوعيه احنا العائله نوعيه ماذا بينا نوعيه ماذا بينا زاد ما نفرضوش عليهم ماذا بينا هم يكونوا مرتاحين في العلاقه نتاعهم. فوالا يعطيك الصحه ليلى بن مليك اخصائيه في التنميه البشريه حضرت معنا اليوم وان شاء الله السوجي عاون برشا ناس من اللي يتفرجوا فينا باش ينجموا يتشجعوا يقوموا بالخطوه الاولى ان شاء الله حتى بعد الباساج هذايا شكون يهز التليفون ولا حتى يبعث ميساج ما فيها باس الوقت والعمر قصير. ليه هو يعملوا باش هو يصالح مع نفسه وحتى مع الاخرين نشكرك برشا اللي كنت ضيفتنا اليوم في فاميلي وان شاء الله في كل مره نتناولوا مواضيع اخرى معنا في الليمي. أنا ديريكسيون كوجينا نعمل طالع على ضيفتي سهير اللي جاتنا من المهدية اليوم عنا كنافة عنا فطيرة 100% سبيسياليتي مهدية وعنا غراتان ياسر بنين ديجا تخلي الكوشة خلينا نشوفها وين وصلت تو دو سويت كوجينا سهير هاتيك حضرت الفطاير والدنيا كل فطيره الفطيره نتاع المهديه اي الحاره هي منظرها كي تراها تشبه الفطيره الصغيره اي اكزاكتو هذاك علاش اسمها هكاكه ريحتها بنينه برشا باش تجرب لنا كعبه وانا باش نجرب لكم كعبه اي خليت لك حطينا باش نوريكم التكستور تبدا كل بانكيك وكي تبدا تعمل الفقاقيع من الفوق راهي طابت من اللوطه كيما الكونسيبت نتاع البانكيك بالضبط بالضبط اما هي سالي اما هذه حاره حاره وفيها برشا ثوم بسم الله تري بيان كي تبدا تعمل لك الفقاقيع من الفوق راهي نقلبوها تري بيان دونك هذه هي الفطيره هذه هي الفطيره فوالا الغراتان قاعد يطيب في الكوشه هاكا الغراتان ديجا تو باش نلانسيو معاك الكنافه كنافه عندنا الشعره نتاع الكنافه هيا لهنا باش نحط عليها مغرفه سكر غلاس عليه سكر محاور سكر محاور باش يعطي اكل تشتاتي كل اللون الذهبي المزيان هذيك علاش هي تبدا هذيك كلاستيوس فوالا نحطوا هكا ما خافوش منها الكنافه به وتويكه نذوب جولدينا اي
وباش نحطها فوق الشعره نتاع الكنافه باش تولي كلها مبلوله. داكور باش تشرب هكا الكنافه. فوالا اكزاكتومون. هذه باش نسحق ناتيلي في القشده باش نحط ثلاثه مغارف فارينه ليبيدوغ عليها نص كاس حليب ناتيلي وعليها جوج مغارف قشده كريم فريش ناتيلي وعليها جوج سكر. يلا نبداو بالزبده تحطها تذوب. اي عمش نحط الزبده تذوب. يعني على هذه قداش انت شريت هذه نتاع الكنافه؟ 500 غرام. هذه 500 غرام عليها قداش تقريب زبده؟ ما نخافوش نحطوا زبده ما خاطر باش نسقيو بها في الاخر ديجا معناتها ديما نسحقوها الزبده. اي فوالا ايوه ديما نسحقوا لها الزبده. دونك تو شعلك الغاز. والغاز هذا شعلته لك ذوب عليه الزبده بيه. وحضرت شحور. الشحور اللي هو جوز كيسان سكر عليهم كيس ونص ماء باش نحبوا يعني موش يعني شادد روحه فهمت يعني سيغو خفيف. سيغو خفيف اي وهكا توا فما توندونس ولاو يعملوا ما عادش القارص الاصفر ولا القارص الاخضر. يجي ابن. يجي ابن هو راهو فيوح خير يعطي جو اي ابن مسكر وكزيست من الفوق نتاعو نتاعو تعطي حاجه حامض قارص مع السكر ياسر بنين سي فغي. مغياج هذيك دونك مادام ذاب ملا الجولدينا احنا باش نحضروا شنو قلت انت الكريم الفريش ناتيلي معها الحليب شنو ياخذ معاهم ومعها الفارينه لبيدوغ. يلا فاش بتخلطهم؟ باش نخلطهم في اول حاجه تبدا بها الكريم فريش في البارد. شيء في البارد اي باهي شد نهار انت حط الحليب الكونتيتي اللي حاجتك بها وحط لك الكريم فريش. هذا البوم تاع كريم فريش ناتيلي حطيناه ومعاه ال باش نحطو كيس. هذا كيس كبير احنا نتاعنا كيس كبير وباش باش نزيد عليه نص كيس. انت تو حطيت انا باش انا حطيت نص كيس ولا لا وتويكا باش نحط كيس حليب وعليه الانشاء. باه دونك الكل في الكل. فوالا باش تحطوا في مع الحليب لهنا. اي باش نحط مغرفتين نشا غاديكا. باهي هاكا عندنا نشا فانواز. اي عندك الباكو كبير وعندك لي بتي فورما الصغار قد الكونتيتي اللي انت حاجتك بها. تبارك الله كل شيء بحذانا احنا هوني مستوى الحميدة سولون لو بوزوان. اي باهي راني خديت سكر فاني اللي بالقوم تاع الزهر. اي دونك الحليب هذا بزيدوا باش نزيدوا تاتيكا نشا فانواز. معناتها انت قبيله حطيت تقريب نص كيس. نص كيس نص كيس توا كيس هذا باش تزيد عليه نزيد عليه مغارف نشاء. علاش؟ علاش؟ على خاطر كيف نشاء نحلوها في الحليب لهنا ما يعملناش كعابر. يسهل لنا. باش يسهل باهي. جبت لك المقص. باهي نقص فوالا يعطيك الصحة. هكاكا نجمو نحطوا زوز مغارف نتاعنا نشاء. دونك تجيها تجي بلو فلويد تقول انت معناتها ما تكعبرش. فوالا اكزاكتومون. باش نسهلوها احنا عليهم. تخي بيان. ونلحقوها مع البو دو كريم فريش. فوالا. كل شيء في البارد ومن بعديك نحطوا. شفت المارغرينا نتاع جولدينا سي بون. ذابت نحطوها على جنب جوست تبرد شويه ونحطوها على الكنافه. تسقي بها الكنافه. اكزاكتومون. بقينا توا قبل باش نخرج هذوما. رد بالك الناس الكل تستنى راه في الريجي في البلاتو ورا لي كاميرا باش يذوقوا فوالا كملناها الهديه. باهي بسم الله عليك. عايشك. باهي فوالا هذه حاضره نحطوها لتالي. فوالا توا الهوني قلت لي باش تزيد السكر. اي حط لي قداش نحط لك؟ تحب حلوه؟ انا ما نحبش برشا الحلوه. حط زوز. زوز اه. حط زوز مغارف سكر واللي يحب اكثر شويه يزيد. بيان سور اه. باهي نخلطهم الكل في البارد. تخي بيان. نعاود نذكروا بو دو كريم فريش معاه نص كاس حليب والكاس هذا حطيت فيه النشاء زوز مغارف. اي وباش تلحقوا عليهم. باش نلحقوا عليهم. وهما بارد ولا في البارد؟ اي في البارد كل شيء في البارد باش احنا ديريكت تولينا كريمه. احنا نحطوا الغاز. نحرك لك من هذايا وبعد باش طيبهم عندنا. نحطوا شويه هذا فلور دورانجي. فلور دورانجي تاع فانواز. انا هذايا ذيب لي سيء مريك. اي حطوا ميلا صبوا.
فوالا اب توا الكنافه في العائله انت طيبين لهم ديما اي ها صار كثير رمضان مشيختهم ملا مشيختهم كيفاش حتى توا في سير لي حتى في ليامات العاديه بيان سور اي ليل كبير هذا مشيخين مشيختهم ربي يفضلك ليهم يعيشك وشكون في خويتك ولا في العائله ولا يعرف طيب بالكدا امي امك هي اللي معناها هي تعلمت انت امي صنيفه كبيره مماتي ولاد عمي ولاد خالي كل العائله كامله في اي كل عندنا الوالده خنسلموا عليها اسمها حبيبه يا مدام حبيبه تحيه ليك وبربي ما تفلت حتى حلقه من الايميسيون سورتو حلقه سهير ربي تفلت الحلقات نتاع نهار ديما تتبع هي يا ربي سلمنا عليها برشا كونتينيواسيون محليها الايميسيون بالحق محليها كلها طاقه ايجابيه وانت محليك وليكيب الكل محليهم يعيشك يا سهير ونفرحوا كي تجيو بحذانا زاد انتم هكا نشاركوكم في الجو خاطر ساعات واحد ورا التلفزه يتفرج مش كيما يبدا في البلاتو مش كيف كيف عامله جو ولا بالحق فرحانه شوف اللمعه في عيني ان شاء الله ترجع بحضنا ان شاء الله مناسبه مازال جاي شهر رمضان مازال مناسبه اخرين حضرنا منيو لشهر رمضان مش منيو بركه شيخه اي بي سهير نعم بعد تحضر الكريمه نتاعك اي وقتاش باش تصب على ال بي احنا توا باش نصبوا المارغرين نتاعنا نصبوا المارغرين جولدينا على ال جولدينا باش تخلطها باش نخلطها ومن بعد باش نحطوا المارغرين شويه مارغرين في الطبق نتاعنا اي هذوما اللي جبتهم انت معاك من الدار فوالا مول الكنافه اكزاكتومون اي ونحطوا طبقه الاولى بالشعره نتاع الكنافه اللي بالزبده اي ونحطوا القشده اللي عملناها بالفارين لبيدور والناتيلي الحليب والكريم فريش ناتيلي اي نصبوها من نصبوها من الفوق وباش والاخرى باش نحط فيها الكريم فينواز هذيا نتاع البوفريوا بوفريوا جديده كل معناتها واحده باش تعملها برشا دليل بالشوكولاته شيخه برشا دليل باهي برشا وبعد الشحور وقتها كي تخرج من الكوشه فوالا الشحور يبدا بارد باش ولا تشوف تسمعك التشتيشه البنينه هاي البرش وفصدق والفصدق زينة من الفوق أي. يعطيك الصحة سهير برافو عليك تو بعد شوية نرجع بحذاك ملا نقاط بركلا قدمت شوية في الكنافة وين انتر تون باش نمشي الموضوع في بدل حياتك نحكيو فيه اليوم على لي فيل تونسور هل هما حل بديل في بقعة التجميل والحل الجراحي وإلا في بقعة لي انجكسيون كيفاش نستعملوهم لي فيل تونسور كيفاش التقنية هذه تعاون وتساهم في شد الوجه كحل من الحلول التجميلية هذا كلش نحكيو فيه في بدل حياتك جوست بعد ما نخرجوا فاصل اشهري ومن بعد نرجعوا رجعنا معكم من جديد في برنامج نهاركم فل على قناة الحوار التونسي شحويلكم إن شاء الله عاملين جو في حلقتنا لليوم اليوم جمعة اليوم بحضنا سهير جينا من المهدية تصنف بحضنا قاعدة في الكوجينة وبعد شوي باش نعملوا معاها لو دريساج فينال وديغوستاسيون للمنيو اللي اخترته اليوم بيان سور بحضور الشيف أمين يرجع بحضنا كوم جوري ولو أنه هو عطاها نوت قبل ما يذوق خاطر عجبه ياسر المنيو اليوم شوي آخر إن شاء الله نكتشفوا مع بعضنا المنيو فينال كما قلت في برنامج نهاركم فل واليوم في بدل حياتك كما قلت لكم قبيله موضوع اللي باش نحكيوا عليه هو لي فيل تونسور برشا الناس مش فاهمين التقنيه هذه شنو الفايده منها كيفاش يتم استعمالها شنو النتائج ولي ريزولتا اللي تنجم تعطيهم هل انه صحيح هي تعوض ساعات الحل الجراحي او لي انجكسيون باش نجاوبنا على هذا الكل بحضنا الدكتوره هيفا فضه طبيبه مختصه في جراحه التجميل مرحبا دكتور مرحبا بيك نورتنا اليوم عايشك يعيشك ألوغ لي فيل تونسور اللي هما الحقيقة مش حاجة ريسانت برشا معناتها نستعملوا فيها عنا مديدة سورتو في تونس وفي برشا بلدان أخرى هي كانت فسرها لنا وتبسط لنا التقنية هذية في شنو تتمثل بالضبط قبل ما نمشيو نشوفوا بتيت فيديو ديمونستراتيف جوستومون تفسر لنا الموضوع أكثر أي هي لي فيل تونسور تقنية تخلقت باش تشد الوجه بدون جراحة بديت عندها 30 و 35 سنة التالي وبديت بخيوط مذوبش العبد يقول لك نحب نشد وجهي ما نحبش نعمل جراحة الجراحين والطب خلقوا تقنيات باش يشدوا الوجه خيوط مذوبش من بعد عرفوا اللي هي ما فيهاش ما حسنتش هذاك علاش خلقوا تقنيات أخرى نتاع خيوط ديما باش تشد الوجه والهدف نتاعها ديما باش نشد الوجه بدون جراحة الخيوط هذوما ما عمرهم ما يعوضوا الجراحة وكل حاجة في 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 وقتها معناها الخيوط وقتاش يتعاملوا الخيوط يتعاملوا
وقت اللي الجراحة مازال بكري عليها، معناها ما بين 35 45 سنة الوجه ماهوش طايح، ما فماش علاش باش واحد يدخل يعمل جراحة وإلا يتعاملوا وقت اللي الإنسان يرفض الجراحة، خاطر الجراحة خطوة فما عباد تخاف منها، فما عباد ما تعرفش عليها، اللي هي ديسيزون اللي هي في الآخر الجراحة كي تبدا لازمة لازمة، أما يبدا ماهوش متقلق ياسر. أي بالنسبة للناس هذوما اللي ما يحبوش الجراحة، في التونسور حل بديل يعطي برسك نفس الريزولتا ولا لا؟ ولا كيف يبدا واحد يستحق الجراحة؟ كيما تعرف هي جراحة جراحة تجميل، معناها لازم الواحد متقلق متاح اللي في وجهه باش يعملها، ماهيش جراحة لازم يعملها، لو كانوا متقلق برشا باش يولي يستسهل الجراحة واللي يتعرف على الجراحة، خاطر الجراحة هي ماهيش صعيبة برشا راهو في حد ذاتها، وفما تقنيات نتاع بنج موضع الكل، لكن هو الخطوة نتاع الجراحة ماهوش في مشيلها. يقول لك اعطيني حلول نحسن بها روحي وغادي وقتها وين الخيوط ينجموا يعاونوا، لكن الخيوط يبداو ناجعين كي نبداوهم قبل، معناها نبداوهم في عمر بكري شويه. علاش؟ على خاطر الخيوط مهمتهم الشد صحيح، ولكن اللي في وسط الخيوط دي برودوي سانتيتيك مصنوعين هما باش يحسنوا الكاليتي نتاع الجلده، معناها النوعيه نتاع البشره تتحسن، النوعيه نتاع لي ريدول تتحسن. هذاك علاش نلاحظ وقت نحطوا خيوط الحقيقه الجمعه الاولى نلاحظوا شد فما شويه نفاخ، الجمعه الثانيه الثالثه تحسن طفيف، لكن بعد شهرين وثلاثه الخيوط يعملوا شد في الوجه، ماهوش يشد كيف ما الجراحه، ماهوش يشد باش يبدل تماما الوجه، لكن شد باش يحسن وباش يوخر الشيخ، معناها لو فييسمون، معناها واحد ديما كيف يبدا باش يستحفظ على حاجه ما يجيش ما بين نهار وليله يحب يبدلها، ماذا بيه يبدا بشويه بشويه يبدا يحط الخيوط في عمل. معناتها نفهم من كلامك انه الخيوط اللي في التونسور ماهوش فقط حل، ولكن زاده بريفونسيون اونتر اوتر باش الوجه معناتها على بكري ما يتيحش، ما يصيرش غلاشمون رابيد للوجه. اي معناها وقت اللي دوب ما نبداو نحسوا فما غلاشمون في الوجه، بالطبيعه هو الطبيب المختص هو اللي باش يقول لك شنو تعمل وباش يوجهك وباش ينورك في الحكايه هذيك، اما وقت اللي نبداو نحطوا لي فيل في عمر بكري شويه نحسنوا الكاليتي نتاع الجلده ونوخروا شويه للوصول في العمليه. فوالا لي فيل تونسور هما كوم سوليسيون قداش يدوموا؟ معناتها اللي يقول لك انا كي باش نعمل فيل تونسور قداش سافا دوري دي موا دي زاني؟ هما خيوط يذوبوا، الحاجه الاولى لازم نعرف الخيوط هذوما يذوبوا، فما برشا نوعيات، فما نوعيات ما بين ستة اشهر وما بين، فما نوعيات تقعد عام، فما نوعيات تقعد عامين، وكيف ما فسرت لك الخيوط حاجه كي تذوب ماهيش باش تذوب وتتنحى، دونك الذوب هي الخيط في حد ذاته يذوب، لكن الفاعليه والتحسن اللي عطاها البشره باش يقعد. والعبد كل هو ما بين اربع في كل ثلاثة اربع شهور يتبدل وجهه ما بين الستريس ما بين الوزن نتاعو، دونك وقت اللي يعمل الخيوط المره الاولى ويبدا فرحان بهم وفرحان بالنتيجه، وقت اللي يستحق اللي هو معناها يرى اللي هو فما تيح وتغير وجهه يمشي للطبيب نتاعو باش ينصحو. وحاجه اخرى حبيت نقولها اللي الخيوط باش يشدوا الوجه صحيح، لكن الخيوط ينجموا يتحطوا في مناطق في عمر اصغر شويه على خاطر التطلبات نتاع العمر هذاك يطلبوا في باغ اكزومبل هزين الحواجب نجموا لو روغار هذاك باش نحلوه بالخيوط، باغ اكزومبل اوفال دو فيزاج من هوني فما خيوط يتحطوا في اليدين، فما خيوط يتحطوا في البدن. علاش زاد كيف كيف في اللي بغا سامحني معناها في الشد من هوني. ديما الخيوط هما حلول وقت الجراحه مازال بكري عليها، معناها ماهيش لازمه الجراحه، والا وقت اللي الحد ما يحبش يعمل جراحه، دونك فما مناطق نحاولوا باش نحسنوهم عن طريق لي فيل تونسور. خلينا نزيدوا نفهموا بالضبط كيفاش تصير العمليه، وبعد زيد جاوبنا على حكايه البنج، اسكو بنج لوكال والا لا، عندنا بتيت فيديو ديمونستراتيف اللي فيها باش نشوفوا معاك كيفاش نقوموا بالفيل تونسور نحطوه بالضبط في الوجه، اسونسيلمون خذينا ليكزومبل هذايا ومن بعد كده الرعب.
فوالا دونك شفنا التكنيك اللي بها تصير استعمال الفيل التنسور وهوني على البن جوستومون كيفاش يصير عمليه البنج. هما الخيوط شنو ما هما خيوط باش يدخلوا من منطقه بعد ساعات يخرجوا من منطقه اخرى وبعد ساعات لا. الدكتور يشوف الباسيونت اللي قدامه نشوفوا شنو ما لي فيكتور اللي باش نهزوا فيهم مثلا نقولوا باش نهزوا هوني هوني البنج موضعي ما الحقيقه حتى الخيوط ما يوجعش نحكي نحطوا بنج ما يوجعش ديما نقراوا حسابنا فما شوية انتفاخ ينجم يكون نهار نهارين بعد العملية بعد اللاكت سامحني خاتنيش عملية ونقرأ حسابنا زيدة باش نعسو معناها نردو بينا ثلاثة أربع أيام باش كيف نغسلو وجهنا نغسلو بشوية ما نجموش نتكيو على جنب اليمين واليسار باش نستحفظ عليهم خاطر الخيوط إذا ما نخليهم ثلاثة أربع أيام باش يشدوا شوية في البلاصة نتاعهم. داكور معناتها ثلاثة أيام الأولانيين وبعد واحد يعيش بطريقة طبيعية. بعد يعيش بطريقة طبيعية. فوالا شنو الحاجات اللي واحد لازم يرد باله ما نعرفش كي يعمل لي فيل تونسور ما فماش مشكلة مع شوف خوا مكياج ما نعرفش انا هي ثلاثه مساج نتاع الوجه لي مساج نتاع الوجه ما نعملوهمش بالكل مده اسبوعين على الاقل. داكو. بالنسبه لغسيل الوجه نحاولوا باش نغسلوه بطريقه سلسه بشويه معناها من الاول هكاك حتى الكريم اللي نحطوها في الليل ولا في النهار نحطوها بالدوسمون دوسور باش ما نمسوش الخيوط نردوا بينا في النوم ماذا بينا ما نعملوش حاجات كي نضحكوا فيسا ولا نسيحوا فيسا خاطر خلينا ثلاثة أربع يلوليني جست معطى لطان لت هي شد ميكانيك معناه أنت باش تجبد من نقطة A لنقطة B ماذا بيك لهذوكم زود ما يتمسوش بالكل حتى يشيل تشد حتى يشد بلاصتها فوالا. هل إقبال من عند النساء أكثر من الرجال في التقنية هذه؟ في الخيوط في الطب تجميل عادة فما قبل كنا نشوفوا كان نساء توا اللي نشوفوا برشا نساء وشوية رجال وقاعدة توا ولاو رجال ولاو مع ولاو يجيو مع نسيهم اي ولاو يجيو مع نسيهم باش يسالوا الخيوط في الوجه يمشي خير عند المراه وفي الرقبه يولي حل الرجال. داكور علاش يمشي خير مع المراه؟ على خاطر الرجال فما اللحيه دونك اللحيه تقلقنا شويه والجلده تبدا اخشن شويه عند نساء ما فماش لحيه دونك نخدموا على الوجه. سي بلو فاسيل. اخر سؤال في علاقه باللي فيل تونسور استعماله في تقنيه تسمى ما نعرفش صلح لي الاسم فتيت خجم ترامب معناتها لوي دو شا ولا فوكس اي فوكس اي هذاك اللي حكيت لك عليه توا البنات اللي يبداو هكا من مرحله العمر ما بين 18 و 30 سنه هكا شويه الكلنا الكلهم يحبوا يهزوا لو روغار يهزوا العين يهزوا العين وهزين العين راهو ماهوش ساهل هو نمشوا له بمراحل من الاول نبداو باليزانجيكسيون المرحلة الثانية هي الخيوط والمرحلة الثالثة العملية فهمت وهما الكلهم عندهم نجاعة متاعهم ماهيش 100% فما عبيد يمشيوا معاهم كي حكي الخيوط ما يمشيوش نتعديوا العملية أما الخيوط الدوغي متاعهم يقعدوا ستة معناها ستة شهر إلى 12 شهر وكيف ما قلت لك ديما فما تحسن معناها العين اليوم عمرها ما باش ترجع طايحة كيف ما قبل فوالا بيان سور مش معناها ماذا بينا اون اونتروتيان ديما كي تبدا تعمل في طب التجميل ماذا بيك ديما تحافظ على النتيجه هذيك دونك تعاود تعمل الخيوط وقت اللي قريب يعطيك الصحه ميرسي دكتور هيفا فضه طبيبه مختصه في جراحه التجميل اللي جيت بحذنا تعرفنا معك على التقنيه هذه نتاع لي فيل تونسور اللي يمكن فما شكون ما يعرفهاش من سيل تفرجوا فينا تكون حل بديل وقت اللي كما قلت الحل الجراحي مش توا دون لي ميديا لازم ولا مش حاضره باش تعدل الحل الجراحي ولكن حل من الحلول اللي نجموا يعاونوا على شد الوجه ولا العينين ولا سميت لنا الرقبه الغلاشمون في لي برا وذولي حتى البوترين معناتها في بعض الحالات هكا ولا لا. يعطيك الصحه دكتوره ان شاء الله ترجع بحثنا مره اخرى في دوتر سوجي في روبريك بدل حياتك. احنا باش نمشيو توا في اخر الحصه دريساج فينال مع ضيفتي سهير اللي جينا اليوم من المهديه. اون اتوندون احنا باش نمشيو الروبريك جربنا لكم الناس اللي يحبوا لافونتور يحبوا يستكشفوا بلايص جدد نهزوكم الغار كريز في تستور اللي العمق نتاعو يوصل 380 متر تحت الارض مغامره خرجنا حبينا نتقاسموها معاكم في روبريك جربنا لكم خلينا نكتشفوا بعضنا الغار هذايا ومن بعد كده نرجعوا.
يكون فينا ما يحسش بالتعب والإرهاق ويستحق باش يفرهد على روحه في واحدة من البلايص المزيانة في بلادنا. نخرجوا دونك نهار الأحد نفرهدوا على أنفسنا، نبدلوا الجو، نشوفوا عباد أخرين، نعملوا دي كونتاكت جدد، نشوفوا بلايص جديدة. ديكو أنت باش تعدي نهار كامل تخرج أصلاً من ستريس والروتين نتاعك، فبحيث كي ترجع ترجع إنسان آخر، ترجع شخص آخر، ترجع طبيعة أخرى، ترجع مخ آخر. غار كريز في تستور واحدة من البلايص اللي يمشي لها عشاق المغامرات باش يعيشوا تجربة فريدة 400 متر في عمق الأرض. اليوم كما ترى وجينا الغار بون 360 متر نورمالمون تحت الارض، مي بون سامو رون فريمون هكا كوريوز باش نزيد نكمل الباركور نتاعي، وزيد كل مره نزيد نعاود نخرج حاجه جديده باش نعرف بلايص جديده. الناس كلها جايه باش تكتشف حاجه جديده. فما برشا عباد جامي شافوا بلايص كما هكا، وانا نجم نكونفيرمي لكم معناها اللي في تونس بالحق عندنا برشا بلايص كما هكا. بالحق يا جماعه راهو في تونس عندنا برشا بلايص مازلنا ما شفناهمش، تستحق باش نمشيو نشوفوهم. المغاره هذه تضم تشكيلات صخريه فريده ومناظر طبيعيه وبيئه خلابه. نمشيو البلايص كيما هكا منا نكتشفوا تونس بلادنا اللي ما عرفناهاش، وميم طون نعملوا اكتيفيتي نخرجوا بها على الكوتيديان نتاعنا وعلى الريتويل نتاعنا، ونتعرفوا وقتها على برشا عباد. اي سي تري بيان دو شانجي نهارك وجمعتك في نهار الاحد. نلقاو زاده مغاره عين الذهب من ولايه سيليانا بعمق 3000 متر تحت الارض، ومصنفه من اجمل المغاور في العالم. النزول للمغاور هذه فرصة باش تخليك تكتشف حاجات جديدة، وتعتبر من أقوى التجارب اللي ممكن تعيشها. وقيت نختموا الحلقة متاعنا لليوم في برنامج نهاركم فل بحضور شيف أمين يرجع بحضينا، وضيفتي سهير جينا اليوم من ولاية المهدية تبارك الله، صنفت لنا الخير والبركة. مرحبا مرة أخرى سهير، ويعطيك الصحة. صنف ضيفتنا اليوم بالقدية، فرحت بها شيف مقبلة، وانت تشكر في الكوليس. عاود تقول اللي قلته الكل توا وإحنا قدام الكاميرا. أنا قلت لها اللي قلته الحقيقة يعطيها الصح. اولا منيو جديد اوريجينال جديد وكرياتيف برشا، وفكره ما كانتش على البال. عم المارياج هذا كل بين التراديسيونيل لي دريساج يا با اوسي سامبل اي بو معناها. وهي تعرفني راني انا ديريكت معناها، ما كان غلط كبير هذا تبارك الله عليك. يعيشك بنين بنين صحه وبشفاء. يلا يخلي اللي خلط علينا توا نقول لك شفيتني، خلينا نعمل لهم الغيكاب. شنو حضرت لنا اليوم سهير؟ اي قول لنا شنو حضرت لنا. غراتان بوم دو تيغ فارسي معاه ليغوم وسكالوب، فطيره مهدويه سو فورم دو بانكيك ريفيزيتي هكا زعما، وكنافه بالقشده كريمه تارتيني هذيا فانواز. كريمه تارتيني فانواز اي تري بيان. وفات هذيا باهي بنينه زاد، تتاكل سخونه هي حاره سيكام الحق حطت فيها برشا هريسه سيكام حاره، وتاكل سخونه برشا بنين هذا زاد فطار. انا الحقيقه سبقتك راه ديما تسبقني انت، علاش تستني؟ عجبتني الفاسون تاع معناها يقولوا احنا المول اون بوم دو تير، مش حطت فيه هي الفارس داخل شويه بولي فرماج مريح وكل وقلبتهم هكاك مسكرين، وحطت لي ليغوم اللوطا. ديجا لي ليغوم هما من انفع ما فما جيل بيان هكا الصغار في الاريا. وي هذه حاجه تساعد ليندا برشا، حتى انا خممت فيها. عايشك انت خممت فيك في الكنافه. هي خممت فينا في كل شيء. الشيف خممت فيه في الكنافه هكا ولا انا؟ هو يعرف ايش خممت. ربي يفضل والله. صح.
أي بيه. ملا نتعديو للديجوستاسيون، خلينا نذوقوا الكفتة الفطيرة بلوتو المهدوية. ما فهمتش علاش ظهرت شبه الكفتة، قلت كفتة ما هي فطيرة. كيف كيف بيه. قبل ما نعملوا الديجوستاسيون باش نمشيو نشوفوا القهوة نتاع اليوم مع ريم، مع جولدن كوفي سهير. يلا ريم مرحبا. مرحبا. أيوة شو عنا اليوم؟ عنا الكابوتشينو متاع جولدن كوفي اللي تستحق كان طرف ماء سخون، ونحطو الكابوتشينو متاع جولدن كوفي وجينا قهوة مينا تشارها. تخي بيان بي. ملا تفرح بينا بكابوتشينو اليوم؟ أنا بلا سكر. أنت بلا سكر، هي ديجا ما تستحقش السكر. يوستا كل شيء بيان دوزي. كاملة متكاملة. تخي بيان الحمد لله. بي. عندك لي ساشي وعندك الحكة دونك. أي فما دي ساشي فما حكة الباك وهذا فيه 10 ساشيات وإلا ال اوكي هذا تري بيان. اون اتوندون الكابوتشينو ملا تحضر ريم، ميرسي بوكو مع جولدن كوفي. احنا باش نمشيو للديغوستاسيون. في اخر ليميسيون نحب نقول ان غران ميرسي بوتيك فوكسال بور لا توني دوجوردي. نحب نقول ميرسي لكم انتوما اللي تبعتونا، وان غران ميرسي اللي كنتي سهير اللي جيت بحضنا نورتنا يا لاله. نحبوا نفرحوا بيك ونهديو لك ان شيك كادو من اهداء اوبتيكال ستور تاع الروج في المنزه 5. تمشي الاوبتيكال ستور تاخذ لونيت سولير، لونيت نتاع فيو اللي تحب عليها، ان بون بقيمه 200 دينار. هذا كادو ليك انت يا كتقصد قريب يجي ربيع وتوصل الدنيا. لازمك مرايه جديده يعيشك. هكا تلبسها تبدا مزيانه ويعيشك ونجي احنا مره اخرى يعيشك بيرك فيك. انا باش نقول لك سلم على ناس تفرجوا فينا في البدايه وعلى عائلتك زاد. اكزاكتومون. دونك انا نسلم على امي حبيبه، نقول لها راني نحبك برشا. عبد السلام خويا، اميره هكا، ايوب، جيجي، انور، اماني، حبيب، ونقول لراجي راني نحبك برشا. ربي يفضله لك. دوما محمد وأدوما وعبد القادر زيد نحبهم. نسلم على فامي جديدي كل، فامي واز كل اللي يحبوني واللي يعرفوني. سبيسيال ديديكاس ليكيب الكل ليك. يعيشك فريمون. عبيد بروفيسيونيل على الاخر، وربي يبارك لهم الكل. ليك انت شيف امين. يعيشك وان شاء الله ديما متالقي. يعيشك يا لاله. تعرف انت تعمل في الديديكاس وهو يعس عامل هكا يستنى فيك ايش تقول في الاخر. لا والله لا، انا معناها اللي عجبني انا ميثوديك بين مهديه والحمامات لمتهم عائلة رجلها وعائلتها. ما حبش تنسى معناها بالطبيعة نستنى في المسيو. انا مش على حال ربعت كله كوم وبعد انا حاسه راني نسى عليه من نسيت حتى حد. ايش قولك؟ الحمد لله. حتى اللي لا قدر الله نسيته يعرف اللي في قلبها. والله طيبة والله طيبة نورتنا بالحق سهير. والله عندنا حلقة ياسر مزيانة معاك والماكلة هالبنينة هذيا، حضورك الضحكة نتاعك سيتي تخي في الويد تخي سامبل. لقيت راحتك ماك بحضينا اليوم فيسع الوقت تعدى والله ما فقتش بيه. وجيتي صغير هكا اللي متحنا تهبل هذيك في الاخر ذكرك راي كوجينتي حاب يقول لك كلمه كوجينتي ما خايف ما ينجمش خطوف الحلقه من غير ما يذكرك بها. سهير نقول لك اتري بيانتو ان شاء الله. ان شاء الله. ميرسي مره اخرى. ميرسي شيف امين. ميرسي ليندا. حضورك ديما والبهجه والضحكه اللي دخلنا في البلاتو. يعيشك. والناس اللي تفرجوا فينا زاد كيف كيف في دياركم كالعاده ديما رونديفو جديد نعطيه لكم كل يوم على قناه الحوار التونسي 8:30 تاع الصباح، ولكن زاده الاعاده ما تنساوش مع ماضي 3:30 كل يوم تتابعونا اللي فاتته الحلقه. نحب نقول لكم بون ويكاند، نهاية أسبوع مريحة إن شاء الله ليكم الناس الكل. نتلقاو أبغتيغ من لندي حلقة جديدة، نهاركم فل على قناة الحوار التونسي. باي باي في لمن. سلامة.